مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم على سلامتك. نحب نشكر كل من قال فينا كلمة خير، كل من أمن بهالفكرة وهالإحساس وهالمشروع هذايا نتاع برنامج يلم العائلة الكل. مالا كيما نقول لكم ديما، خليو أكل التليكوموند نحيوها ونتواصلوا مع بعضنا في هالعشوية قبل المغرب إن شاء الله على قناة كارتاج بلوس، إن شاء الله في برنامج على سلامتك اللي يلم العائلة واللي فيه وجوه بديتوا تعرفوها وبديتوا تحبوها. والحمد لله أهم حاجة أن نحبوكم وأن نتمنولكم ديما الأفضل وديما نختاروكم مادة تلفزيونية تليق بالمشاهد التونسي والعربي. وشخصيا وصلتني ردود افعال كبيره برشا برشا، مساجاتكم على عيني وراسي قريتها كلها بكل حب، واللي مازلت ما قريتش ان شاء الله نرجع عليكم. واهم حاجه ان نجاوبوكم معناها بهالبرنامج هذايا بهالكونتوني اللي يرقى للمشاهد التونسي ولا العربي. سعيده جدا انه يكون معايا ديما اختي وصديقتي الدكتوره ناجيه بن هلال. مرحبا دكتوره. حبيبتي مرحبا بك. عايشك عايشك عايشك. شكرا لك على سلامتك على تدخلاتك الرشيقه، وانا تعودت بوجودك معايا. احنا توا ان شاء الله في هالبدايه ان شاء الله باذن الله نكون اعز عائله واحسن عائله ان شاء الله يا ربي. وهذا راهو ديما نقولها ناجيه، الكاميرا تفضح الاحساس نتاع الانسان. او حتى كي نبدا هكا ندرب في شباب يحب يتعلق بالتلفزيون ويحب يقدم ماده تلفزيونيه، نقول له ما تكذبش كون صادق. تو تحبك الكاميرا وباغ لا سويت بيان سور تحبك الناس، دونك محبه الناس اللي هي ما تقدرش بثمن. والحمد لله وصلتنا اصداء طيبه الحمد لله. سعيده جدا باستقبال اول فقراتنا كما تعودت وزيدة معانا امي ساره. مرحبا امي ساره. مرحبا بنتي ومرحبا بنتي الغاليه، مرحبا بالساده المشاهدين، ربي يبارك فيكم ان شاء الله موفقين. واحنا فرحانين برشا بردود فاعل يعني الحمد لله اهلنا وناسنا وحبايبنا اللي حبيو وحبوكم وحبونا وحبوا البرنامج على سلامتك، يعني من داخل تونس ومن جهاتنا الكل ومن خارج تونس العزيزه الغاليه. ربي يبارك فيكم على تفاعلكم، وخير ما نفتتحوا به كما تعودتوا وعودناكم، خير ما نفتتحوا به واحنا قريب يعني توا المغرب، يعني الصلاة على محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. يا آل طه لنا في حبكم قمر، له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة، محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجنتيه خدين أربعة، الورد والياسمين ثم الآس والعبق، وآمنت برسول الله أربعة، الجن والإنس ثم العرب والعجم، وصلى على خير خلق الله أربعة، العرش والكرسي ثم اللوح والعلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد، ما ناحت الحمائم وما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي الصلاة على محمد تنفرج نعم تنفرج الكرب يعني وتفرج الكروب، يعني صلاة على محمد هذه راحة نفسانية. ماذا بينا مش في برنامجنا في حياتنا نحل عينينا عليها ونرقد عليها، يعني سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يعني. واليوم الدعاء وموضوع الدعاء اليوم جوستومون امي ساره اعطتكم الموضوع. نعم. اليوم اخترنا نحكيو على موضوع الدعاء. نعم. كنا حكينا على في الحلقه الفارته. نعم. واستوحينا الحقيقه لانه حلقاتنا باذن الله باش تكون كونتينيتي. نعم. تكون تواصل ومتواصله. نعم. وحلقاتنا هي مرايتنا، هي حياتنا في في العاديه، هي دارنا، هي اسرتنا. نعم. هي عائلتنا وشواغل. نعم. عائلتنا. فنحن نذكروا علاش حبينا. نعم. بالفقره في رمضان الدعاء نذكروا. هام جدا. نعم. الدعاء أمي ساره. نعم. يقال انه مش يقال مؤكد هو، لكن انت باش تفسر لنا ونخلي. نعم. لك المجال بنتي. الدعاء يرد القدر. نعم. كيفاش يعني؟ شوف احنا شنو ما احنا من غير الدعاء يلزمنا عنا قوه يعني جباره
احنا بضعفنا، بسم الله عليكم، يعني بالستريس هذه اللي نعيشوه، يعني نحب نستمد قوتنا من قوه الله سبحانه وتعالى. ورب سبحانه وتعالى يقول واحنا في رمضان العزيز الغالي، ان شاء الله ربي يكمل لنا ويكمل لكم بالخير عليكم وعلى امتنا وعلى بلدنا وعلى اسركم وعلى ذرياتكم يا ربي، وعلى غزه الجريحه ديما ما ننساوهاش في الدعاء. واحنا اليوم الدعاء، يعني الدعاء هو مخ العباده، الدعاء في القران الكريم، والدعاء هذا ربي سبحانه وتعالى شوف الناظر لكتاب الله، الكتاب العزيز الغالي اللي قاعدين نقراو فيه كل يوم، نقراو نصيب ولا نسمعوا في صلاة التراويح نصيب، يعني القرآن الكريم اللي يتمعن فيه يلقى قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل يا محمد، يعني صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يعني قول لهم يا محمد إلا في الدعاء يا بنتي عفيفة يا بنتي ناجية، محلاها الآية هذه وكلام ربي كل محلاه وعزيز وغالي، إلا في الدعاء يقول ربي سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إليه من حبل الوريد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شنو بشرت يا حبيباتنا؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني شو رب سبحانه وتعالى إلا في الدعاء من غير أسطى، من غير من ندخل حتى حد، من غير مهما يبلغ الأحد هذا، حتى ولو من أولياء الله، حتى ولو من الأنبياء، حتى ولو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هز يديك ربي سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. شنو معنتها يا بناتي ويا أخواتي ويا أبنائي؟ يعني رب سبحانه وتعالى حاشتنا برزق يا شبابنا ويا أصحاب المشاريع، واللي حاجتك بعمل، واللي حاجتك بذرية، واللي تحب نجاح وليداتك، واللي تحب شفاء للوالدين، واللي تحب رحمة للوالدين، واللي تحب إصلاح الأمة، واللي تحب إن شاء الله نصر الغزة، والكلنا نحب نصر الغزة، يعني نستمد بأسماء الله الحسنى، يعني دعانا نستمده يعني من أسمائه وصفاته. إذن قال رب سبحانه وتعالى في محكم تنزيله للسيدة مريم، وإحنا ديما نذكروها الآية دي العزيزة الغالية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني ربي هو الرزاق اللي نحبه على الرزق، حتى ولو عنا رزق، رزق ربي بارك فيه. والرزق يا أحبابي الغاليين علينا يا توانسة ويا اللي خارج توانسة ويا مسلمين ويا أيها الناس الكل، راهو حياتك رزق وصحتك رزق وأبنائك رزق، والرزق يعني المال نعم، وغير المال كلها أرزاق تساق من الله سبحانه وتعالى. ندعو دائما بالأرزاق والبركة، يديم علينا النعمة ونحمد ربي، خاصة الحمد، يعني الحمد 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 الحمد، يعني يا ربي يحب الحمادين اللي يقول الحمد لله رب العالمين. واحنا ثم سورة نقرأ فيها كل يوم 17 مرة في صلواتنا المفروضة اللي هي الفاتحة، والفاتحة اللي هي الشافية اللي هي الكافية اللي هي أم الكتاب اللي هي السبع المثاني، يعني أسرار في سورة الفاتحة. من بين هالأسرار هذه باش ناخذ سر اليوم، كل مرة سر، يعني يقول رب سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. شو معناتها ربي سبحانه وتعالى علمنا كيفاش ندعيه؟ يعني أول ما تبدأ دعاك اثني على ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وربي سبحانه وتعالى يقول لك أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، وبعدها مباشرة إياك نعبد وإياك نستعين، يقول ربي سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي، ثم مباشرة الدعاء اللي هو مخ العبادة، يقول ربي سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم، يعني ربي سبحانه وتعالى علمنا كيفاش ندعي، كل دعاء تحكي له بسرك بسم الله عليكم، وتشكي له بهمك بسم الله عليكم، يعني تواضعك وانكسارك بين يدين الله هذيك رفعة لك انت، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عندنا اوقات استجابه ماذا بينا يعني ما نقولش نستغلوها، اوقات الاستجابه ربي اصطفى الاماكن واصطفى الزمان، عندنا احنا توا وقت عزيز وغالي، وقت البرنامج هذا مباشره قبل المغرب، يعني سبحان الله قبل نكمل امورنا الكل وواجباتنا
يعني ونمدوا ايدينا ربيع ساعة نصيف ساعة قبل المغرب، يعني قل له يا رب يا رب إني عبدك ابن عبدك ابنة أمتك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يعني بالفقه مش بالفقه مش مهم، المهم تحكي له اللي في قلبك. احنا كي نمشيو العمره وان شاء الله ربي نولكم عمره ونولكم حجه، تسمع العالم الكل اللي يقول مون ديو واللي يقول ما يدير واللي يقول يا رب وتقول واللي تقول له يا ربي احميني، يعني اللغات الكل واللهجات الكل، وربي اسمه المستجيب، وربي يقول لك فاني قريب فاني قريب، راني قريب منك حتى ولو احنا عوصات حتى ولو احنا مقصرين، يحبك ربي بتبلبيزنا، يحبنا ربي، ربي يحبنا بتقصيرنا، واحنا يلزمنا نمشيوا له واحنا بتقصيرنا. شو يقول الشاعر؟ يقول يا ربي قد عظمت ذنوبي كثرة ولقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المذنب، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إنني مسلم. احنا مسلمين ونستمد قوتنا من قوة الله، يا ربي قوينا فيك حتى لا نرى قويا غيرك، نستمد رزقنا من الله سبحانه وتعالى، لازم تكون عندك الشهرية وعندك الرزق ولكن البركة نستمدها من الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربي سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، يا خويا المواطن التونسي حتى ولو تضيق ربي وسعها عليك إن شاء الله، ربي هو اللي رزاق ذو القوة المتين. شو اسمه ربي الحنين حنان المنان شو يقول لك؟ يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، يبيتها في شان ويصبحها في شان وهو عظيم الشان، هاني بالتونسي مش بالفقهي، يعني لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة، خزائن ربي عظيمة وكبيرة وخزائني لا تنفذ أبدا، سبحان الله، يعني كالمخيط في البحر رزق ربي سبحانه وتعالى. يا ابن آدم إن أنت رضيت بما قسمته لك، المهم ترضى، المهم تحمد ربي سبحانه وتعالى، إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وقلبك وكنت عندي محمودة، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يعني زمنا نرضى وبيقسمه لنا ربي ونحمد ربي عليه ونقول يا ربي بارك لنا فيه، وخاصة تو إن شاء الله غدا إن شاء الله نحكيه على الصدقات اللي هي تبارك في الرزق على قد ما تخرج صدقة من إن شاء الله غدا تسمعونا بإذن الله في الصدقات إن كان في العمر بقية، وربي إن شاء الله يبارك لكم تبعونا. يعني نحب زادة أمثلة من الأنبياء، أمثلة من الأنبياء، عنا سيدنا يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها، هو في أوج المعصية بشعسي نلتجأ للمولى قالوا لولا أنا رأى برهان ربه، يعني قالوا يا ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أنا مالي إلا بشر، احنا بشر ونجم نضعفوا ونجم نزلوا، ولكن قولوا له يا ربي لا تخلينا نزلوا ولا تخلينا نضعفوا، قوينا ونجينا واحمينا واسترنا ونجينا، ثبتنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. سيدنا يونس يعني عليه السلام في ظلمات ثلاث في بطن الحوت في الليل في البحر ما عنده حد، ملنا غيرك يا الله، محليهم المشارقة تقولوها ملنا غيرك يا الله، ما عنا حتى حد غيرك، شكون ينجم يقول سيدنا يونس باش يخرج من بطن الحوت ومن ظلمة الليل من ظلمة البحر، ولكن ربي علمه فهمه، يعني الملائكة الحوت الكل والملائكة في السماء تسمع في تسبيحي يا سيدنا يونس، التسبيح اللي زمنا ديما نسبحوه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بسم الله عليكم بالشدة وبسم الله عليكم الغصرة وبسم الله عليكم وربي يحفظكم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يخرجك منها في الشعرة بالعجين بالتونسي بلاش فقهي في الشعرة بالعجين. والأنبي سيدنا إبراهيم عليه السلام، احنا الفقرة مباركة ما نجموش نعطيه برشا أمثلة، سيدنا إبراهيم قديش يمسني هو على المنجنيق بسم الله عليكم باش يحرقوه خاطر هو تبع ربي سبحانه وتعالى والوحدانية، هو باش يحرقوه زي جاي سيدنا جبريل قالوا ادعي يا إبراهيم ادعي وقول دعوتك، قالوا أما منك فلا، قالوا لا من الله، قالوا أما من ربي
في علمه بحالي يغني عن سؤالي، هو يعرف اللي بي ويعرف شنو اللي في قلبي. ربي عليم حكيم، ربي سميع بصير، ربي ما يخليهاش بي. فوقت اللي قال هالكلمة هذه اللي تزلزل الجبال، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. ربي يعلم بحالك يا أخويا، وربي يعلم بحالك يا أختي، وربي يعلم بحالنا. ذاك علاش نتجعوله وما نستغنيوش على الدعاء. حياتنا كل دعاء، على وليداتنا، على صحتنا، على نفسيتنا، على رزقنا، على نجاح وليداتنا، على إن شاء الله نكمل لنا بالخير رمضان، على غزة وفلسطين. يعني إن شاء الله نختم بالآية اللي قالها لسيدنا إبراهيم، الآية العزيزة الغالية وكلام ربي الكل عزيز وغالي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، خاطر كان قال بردا فقط راهو ثلث سيدنا إبراهيم، ولكن من حكمة ربي قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا ربي إن شاء الله سلامات سلامات. آمين. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إن شاء الله سلامات سلامات ليكم الكل، لتونس الكل، لخارج تونس، للأمة الإسلامية. إن شاء الله غزة، بالله لا تنسوا غزة من دعاكم، بالله لا تنسوا. راهو دعوة الصائم لا ترد، دعوة الصائم لا ترد، ودعوة الصائم لا ترد. بالله ادعي ليكم ولوليداتكم ولأمتكم ولوالديكم، ودعي والغزة الجريحة ما يخرج رمضان إلا بنصرا مؤزرة. يا ربي نصرا وعزا وتمكينا، لك الأطفال الرضع، لك النساء يعني الثكالة، وللأسرة إن شاء الله يتحروا، وإن شاء الله نصرا مؤزرة. سامحوني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحفظكم يسر القبل معك غدوة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا فقدت تعليق صغير على الدعاء وفضل الدعاء ومعجزات الدعاء. صارت لي هكا منش نقول الدعاء شنو، أما جست الحكاية بركة في عمرتي السنة اللي فاتت. الحمد لله مع ليبرتا فواياج، الحمد لله العمرات تتكرر، وليبرتا عندها أحسن عمرة. كانت تحكي أمي سارة على فضل الدعاء في العمرة، فكنت مع المجموعة والمرافق من ليبرتا سمعني قلت دعوة عند رؤيتي للكعبة الشريفة. فسبحان الله كانت استجابة زادة سريعة، معجزة من المعجزات، ولله الحمد والشكر، وإن شاء الله يا ربي تدوم وتتواصل. مسعدنا بربي والله، والله مسعدنا بالله سبحانه وتعالى، مسعدنا به ربي المستجيب. وإحنا من رمضان الرمضان عنا دعوة مستجابة، ونكمل بدعوة سيدة عائشة اللي قالت له سيدي وحبيبي يا رسول الله، علمني وفهمني يا رسول الله. برشا أدعية وبرشا عندي دعاء، قلبي مليان ماذا بيا، يعني كل واحد عنا فليجة بالأدعية، قديش نحب وندعي وبرشا حاجات. قالها قلت له يا رسول الله علمني دعي ونقولها في رمضان، إن شاء الله ربي يستجيب لكم ويستجيب لنا. قال لها يا عائشة قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، والعفو أكثر بالغفران. يعني ربي إن شاء الله صفحة بيضة نخرج من رمضان، صفحة بيضة كيوم ولدتنا أمهاتنا. نعم. ربي يبارك لكم يا سارة. شنو رايك نجي نمشي ونحكي على غلاء الأسعار وقفة التونسي توا في فقرة خاصة اللي باش تبدأ بتقرير خاص رصدته كاميرا برنامج على سلامتك مع المواطنين في المرشي، نشوفوا الأجواء تملأت القفة ولا لا. إن شاء الله ربي يملكها ببركته، يمليها ببركته ميسارة. طيب سيب بدأ أثر فينا. نشوفه مع بعضنا هذا التقرير ثم نعود باش نتحدثوا وللحديث بقية. قفة التونسي وغلاء الأسعار والتضخم اللي قاعد يزداد كل شهر وكل يوم وتأثيره على المعيشة، أسوام الخضرة والغلة وكل ما يهم القفة في رمضان واللي تتراوح بين 50 و60 دينار يومياً، تشكيات كبيرة من المواطنين على ارتفاع الأسعار، ولهنا سؤالنا المطروح حتى الوقت إيش؟ لا الدنيا غالية ياسر، القفة التونسي معاش خالط عليها باش تقضي، الغلة غالية، اللحم غالي، الخضرة غالية، كل شيء غالي. أنا ناخذ باللي يكتب كهو، ما عندي شيء. فما يلزم مراقبة نتاع الأسعار، وينها؟ 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 وينهم؟ فيقوا شوية يا ولادي، رانا ما عادش نجموا حتى شيء. وينهم؟ شيء ما فما، كان الغلا والكوا، تلقى الزنس من غدوة تتبدل. والله العزيز، والله والله والله. هاني حايرة توا ماشية جاية باش نقضي باللي يكتب.
الاسعار غاليه، العباد معاش خالطه، يمشيوا باش يقضيوا ويغزروا للخضره، يدوخوا، كل واحد يشكي من شيره، ما فماش تطيح شويه وبرا. اما غاليه الطماطم 3000، الفلفل 5000، البطاطا هيك 15%، وفما اللي باع فيها 16. السويم مش معاش خالتي العباد، تقضي تبدا تقضي تمشي منا الدور منا الدوخ، ولا فما لا فما لا سكر لا سميد لا فارينة. تدخل للعطار تقول عندك شي سكر عندك شي سميد، تقعد بشهر بشهرين باش تاخو، ديما يقول لك لا ديما يقول لك لا. العباد ولات معاش دايخه دايخه دايخه، هذاك هو الاسعار. شو باش نعملوا؟ هانا عايشين كل عباد وكا هو، شو باش نعملوا؟ من منظمة دفاع عن المستهلك، نحن هون بدورنا انه كشباب نقوم بزيارات ميدانية في وسط لي مارشي والمحلات بانواعها، خضارة والا دجاجة والا جزارة. الاعمال هذه بدينا فيها من قبل برمضان وجمعة، حابين نقارنوا ما بين الاسعار اللي قبل رمضان واللي بعد رمضان واللي في وسط رمضان، كيفاش تتغير وعلاش تتغير وبأنا طريقة، يعني اسكو برشا شوية شنا الاحوال اللي توا نشوفوا فيها. انه الخضر باقية بريس كيف كيف، يعني نفس الأسوام ما بين قبل رمضان وتوا، بالأخص الخضار الورقية، فما غلاء في اللحوم الحمراء بطريقة كبيرة، يعني هذا الارتفاع الكبير عليهم. والحقيقة يعني زادة فما الغلاء في الفلفل والطماطم، زادة يعني غليت وما فماش، يعني فما غلاء فيهم ما فماش زادة سرعة، يعني هذم هما. والخدمة ذي اللي نقوموا بها الحقيقة ما بين في الجمعة 3 أيام في الجمعة، يعني كل 3 أيام يخرج جروب، نحن جروب كبيرة، نخرج كل 3 أيام في الجمعة 4 عباد 3 عباد يخرجوا يقوموا بالزيارة هذه. الزيارة هذه تعتمد في مراقبة الجودة وتسجيل أسعار إذا كانت مرتفعة ولا منخفضة، وهذا هو العمل اللي نقوموا به أجور. التجهيزات اللي نقاوم بالطبيعه نقوم تسجيلهم، يعني نقوم نكبهم، صحيح ما نكلموهمش، صحيح كان فما مخالفه كبيره نقولوا راهو مثلا الاسعار ما تتحطش على السلعه ولا حاجه، نقولوا راهو لازمتك تحط السوم على المنتوج والا السلعه الموجوده قدامنا، وفي نفس الوقت نقلوها للبيرو اللي هو المنظمه الدفاع عن المستهلك، بنقوموا بال يعني نوصلوا لهم المعلومه وهم يكونوا يقيدوهم في اوراق ويعني في. هذا تقرير حول غلاء الاسعار وقفه التونسي. صحيح توا باش ناخذوه مع ضيفنا، سعيده جدا باستقباله سي لطفي رياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك. مرحبا بك سي لطفي. شكرا على الاستضافه، تحيه ليك وتحيه لمشاهديك وفريق العمل معك. شكرا لك سي لطفي. شنو رايك ناجيه الاستهلاك في رمضان بتبيعته يزيد، معناها مازلنا ما حكيناش على الاسعار زادة طالعه تعتبر، وخاصه السنه رمضان السنه لاحظنا كما شفنا في التقرير.
هو راهو مش خاصة سنة، لكن نحن فما فئة معينة منا وليت الذكرى نتاعها قصيرة شوية. هو كي تجي ترجع ما تقولش خاصة سنة، هو عندهم فترات طويلة. وبيان سور هو موضوع اقتصادي، تعرف عفيفة راهو ما احنا مربوطين بالعالم الخارجي وبالاقتصاد الخارجي، لكن كما قلت بما انه الفيتيير على تونس وفي المرشي محلين مرشي تونس بالرغم كل الصعوبات، خاطرين وانت نقعدوا نسي توانسة وعنا صغيرات وعنا رجال يحبوا هكا تصنيف وكل، alors on est obligé باش نعطوا المرشي نتاعنا. بالرغم من هذايا الكل يقعد كما قلت انت المستهلك عنده نسبه شويه هكا زايده، باش ما نقولوش يستهلك برشا بلا صحيح توا من عند سيلوت صحيح صحيح كلمة صحيح مش غلطة ونأكد لك كلمة صحيح. علاش تعرف في رمضان موسم استهلاك بامتياز، وتوا غدوة الحي كان عشنا ليلة النص كسكسي كسكسي ان شاء الله كل عام واحنا حيين ان شاء الله كل عام حيين بخير. رغم اللي اللحوم الحمراء غالية لكن باش نحاولوا كيفاش. قداش وصلت توا سيلوت في اللحوم؟ توا 45 50 معناتها شيء كبير مع فتح قوس صغير كونه راهو شركة اللحوم تبيع ب 32 دينار. وين نلقاوها شركة اللحوم؟ في الوردية. الوردية في شركة. والأغرب من هذا الكل كونه شركة اللحوم راهي ماهيش منتج لحوم، راهي تشري من عند تاجر جملة وتبيع بالتفصيل. وبالتالي نقطة استفهام كبيرة علاش أن السق التصاعدي بتاع اللحوم الحمراء قعد محافظ عليه توا، معناتها في النسق هذا 45 50 تيرة 15 يوم الأولانيين في رمضان قعد محافظين على النسق هذا، وهذا نجم تقول قلق برشا قفة تونسية. علاش؟ خاطر نعرفوا اللي التونسي توا في النص الثاني باش يتجه على حوايج العيد، زاد كيف كيف حوايج العيد والحلو باش نشوفوا حوايج العيد نلقاو زاد كيف كيف ثم نسق تصاعدي مقارنة بسنة الفارتة بين 15 20% على من السنة الفارتة. وهذا يتكلف اللي عنده زوج صغيرات باش يتكلف له راهو سنة العيد مش بالكيفية اللي راها هو، تعرف صغير انت أقل من 6 سنوات تنجم تتحكم في ذوقه فهمتني، لكن أكثر من 6 سنوات ما تنجمش تتحكم فيه، واللي هو يشرط شنو يحب ياخذ وكل شيء. كان بتاخذ سبادري راهو أقل من 150 200 دينار وأنت ماشي فهمتني، الأسعار نعرفها. وهنا نحلوا نذكروا كونه سبب الغلاء هي كلة السعر نتاع الحوايج ونتاع الملابس هي أصلا جاء من سيطرة اللوبيات على على الفرانشيز على عقود الاستغلال تحت العلامة الأصلية اللي يرفعوا في الأسعار يجيبوا في منتوجات متدنية الجودة بأسعار باهظة. وهنا حان الوقت باش نبدلوا قانون العقود الاستغلال هذا، على خاطر صراحة قاعد أول حاجة يسكر في معامل توانسة كثر البطالة اللي صارت. هذا الكل يلزمنا تو نراجعوه ويلزمنا نمشيو عدم توريد اي منتوج له مثيله في تونس. هذيك علاش بيان سور احنا نحضروا دروسنا قبل ما نبداو البرنامج عفيفه، ان لقيتك استاذ في مره عاملين دعيتوا كمنظمه ارشاد المستهلك، واحنا حكينا في الكواليس مثالش نعرف ان انتم معناتها معروفين والكل، لكن مثالش نزيدوا نذكروا الساده المشاهدين اللي انتم تعمدتوا في تسميه المنظمه نتاعكم في كلمه ارشاد المستهلك المستهلك وليس الدفاع عن المستهلك. وقعدنا نحكي وقلنا معناتها الوقايه صحيح نمنو كون المستهلك مش قاصر باش يدافع عليه، لكن تنقصوا اليات المعرفه. اليات المعرفه راح نحاولوا، تعرف اللي نحن 30 سنه اللي فاتت ثم تصحر كبير بتاع معلومه. نحن جينا ما عاشش في توفير المعلومه ليه لا في القرايه لا في الفضاء التجاري لا حتى شيء، ما نعرفوش تيكتاج ما نعرفوش كيفاش نقراو ليزانغريديون ما نعرفوش حتى شيء. تو على هذاك نحن المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك باش مشات للاليات المعرفه باش نجموا نحاولوا كيفاش نبسطوا المعلومه. بدينا بالصغار وعندنا عديد النوادي نتاع مستهلك فاعل نتاع الصغار، وعندنا التطبيق كيف زاد كيف كيف باش تنور الناس باش كيفاش يلقى المعلومه سهله فاهم. هذا كله مع زاد كيف كيف نحبوا مستهلك فاعل اللي هو يقرر ما عادش هو ضحيه الاشهار ضحيه نسق
ضحية قرارات لوبيات في فرض نسق تصاعدي نتاع أسعار نتاع. نرجع لللوبيات اللي حكيت عليهم، تقولوا معناتها في حكيتوا على، تقولوا منظمة الإرشاد المستهلك تدعو إلى تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الأحكام السجنية. يعني أستاذ أنت تطالب السلطة القضائية بتفعيل القوانين، هذه سمعناها برشا في تونس، مش من منظمة الإرشاد المستهلك، من برشا منظمات أخرى، سواء كانت حماية المستهلك، سواء كانت العنف ضد المرأة، سواء كانت حقوق الطفل، سواء كانت على المشاكل اللي نشوفوا فيها الكل. لاحظت أنه كل معناتها أصحاب معناتها رؤساء المنظمات يطالبوا بتفعيل القوانين هذه اللي موجودة في تونس. معناتها ما تحسش أستاذ اللي معناتها نجم نقوله للأسف اللي فما قوانين محليها في تونس واللي هنيتنا عليها معناتها الدول العالم الكل في حماية المستهلك، مش اللي يخليك معناتها من ضمن رؤساء المنظمات اللي باقي شد صحيح والطالب بتفعيل قانون السجن معناتها بالنسبة لللوبيات اللي انت حكيت عليهم. صحيح، علاش؟ على خط قوانين باهية، خاصة المرسوم تاع المضاربة كان مفصلي في فترة ما، كان مفصلي باش يحمي المستهلك من المضارب ويحمي كيف زادك في الأمن القومي، على خاطر المضاربة يتمشي راي غذائي باش الواحد. لكن هنا نأكدوا على برشا حاجات، كونه صحيح نحن نطالبوا بتفعيل القانون، نذكروا بحاجة تقرير 32 تاع محكمة المحاسبات اللي جاء في التقرير، كونه ثم 37 ألف قرض مشط حصلت المحكمة في ظرف عام في بين أربعة، من جملة تقرير شمل خمسة بنوك، أربعة بنوك منها سبعة. وين تطبيق القانون في الوحدة؟ وين تطبيق القانون في الحسابات المجمدة اللي وجوبا على البنك غلق الحساب بعد مرور سنة؟ هذه ثم الناس قاعدة تعاني بتم عن الكلمة، تعاني علاش؟ على خاطر سيف مسلط عليها، ما ينجمش لا يقترض من بنك آخر إلا ثم شبه وفاق ما بين البنوك إلا ما يمشي يخلصك الحساب المجمد دون وجه حق. نأكدوا عليه هنا دون وجه حق، على خاطر القانون يقول لك بعد بعام يخلص كل العام الاول اللي زاجيو تاع العام الاول، لكن الباقي وجوبا على البنك غلق الحساب. هنا ما نلقاهوش، وزاد في العديد من في الفضاء التجاري نلقاو العديد. السوليد، علاش مفهوم السوليد؟ نحن في العالم الكل السوليد باش ينتفع به ولاد البلاد، باش منتوجات ولاد البلاد، الصناعة المحلية نتاع ولاد البلاد. نحن لا، عملية تسويقية نخدموا فيها الناس أخرين قاعدين نجيبوا في منتوجات متدني نجيبوا نبيعوها بأسعار غالية، ونزيد نعطيو الدوفيز على كل العقود الاستغلال تحت العالم الأصلية. إلى متى هذا؟ نحن ما عملنا مسكرة قاعدين نوكلوا من وراء البحار في عائلة أخرين. مهم برشا، وإن شاء الله نرجعوا له السجاية. أكيد أكيد، دخلين على عيد خاطر زيدة، دخلين على العيد، مهم برشا. نيجي أنا باش نرجع لك القفة بتاع التونسي، باش نهز قفيفتي يا سي لطفي، وباش نسألك وين الفرين، وين السكر، القهوة اللي ساعات نلقاها وساعات لا، الزيت، خاصة مش نسأل زادة على البناء، مازال جميعتين تاع الربيع. إذا نوضحوا برشا حاجات، المواد الأساسية ولا نعطيو اللي عمل حاجة باهية لتونس راهو لازم نذكروه. في نوفمبر السنة العام اللي فات، معناتها الأسبوع اللي فاتت، وزارة التجارة قررت تجميد الأسعار. وهنا نحلوا قوس، راهو كل أي سعر زاد بعد نوفمبر راهو غير قانوني. هذه من حاجة. حاجة أخرى معاها، لأول مرة وزارة التجارة تدخل في خدمات التعاون التجاري. سقفته ب 10% للمواد غير المؤطرة و 5% بالنسبة للمواد المؤطرة. هنا نذكروا كونوا خدمات التعاون التجاري وصلوا 35%. ريتك الفارق هذه هامش ربح خلفي ديما نحكيو عليه نحن، مع الهامش ربح الامامي الكل يجي في 60-70%. هنا حددت وزاره التجاره ب 10%، وبالتالي وجوبا يلزم نلقاو انخفاض في الاسعار. وخاصه شفنا الطماطم من 5000 واش ولات 4500، شفنا عديد المنتوجات الاخرين، هما 87 منتوج وقاعد انخفاض فيه من 3% ل 32%. هنا نشوفوا قيمه النسبة اللي كانت تربح فيها من الساحات التجارية الكبرى، هي مش بروموسيون عاملين مزية في رمضان ولا، هذا تبقير لقرار وزارة التجارة اللي
30% مش بروموسيون هكا، لا لا، تطبيق لقرار وزارة التجارة اللي حددت خدمات تجاري التعاون ب 10%. مع العلم ثم قرار آخر هام وهام جدا ونحن ديما نديو عليه، هو وزارة التجارة طلبت من الصناعيين مدها بقوائم تحدد فيها هيكلة السعر عند الإنتاج، وبالتالي نعرف المنتوج. أنت بيدك تمشي الفضاء التجاري تشري حاجة تقول غالية، هذاك التضخم نسموه نحن التضخم المصطنع اللي نحن صانعينه باش نطلعوا في الأسعار، وبالتالي يقعد ديما الأسعار طالعة ونقعد ديما نجريو كيفاش باش نوفروا نجموا نعيشوا. هذا الكل مع تفضلت وذكرت قلت لي بعض المواد نسق قاعدين نشوفوا فيه توا مرافقة وزارة التجارة لتجار الجملة بتوفير مادة السكر في تجار التفصيل، هذا محمود قاعدين نشوفوا فيه. الفضاء بكل معناتها في المنتوجات هذه ثم منتوجات مازالت كيما الزيت كيما، لكن ثم منتوجات أخرين نسق بدا يتحسن بشوية بشوية يتحسن، وهذا طبيعي. علاش؟ على خاطر كي نشوفوا سوق اللي شح من المواد هذه طيلة مدة باش تعاود تضخ فيه يلزمك أضعاف وأضعاف الكمية، وهنا ثم برنامج كبير بتاع وزارة التجارة اللي تحب تضخ كميات أكثر بنسب أكبر باش السوق يتعبى بالسلعة باش ما عادش ثم. وهذا مع العلم كونه ثم موجود رقابي زاد كبير، راهو فهمتني قاعدين نشوفوا فيه سواء في رقابة السلامة الغذائية سواء في رقابة الاحتكار اللي قاعدين نشكرهم على هذا. مع العلم كونه الدنيا غالية وهذا نأكدوا عليه، التونسي ما عادش ينجم يواكب هل نسق الأسعار، ثم يلزمنا نعمل حزمة من الإجراءات، حزمة من الإجراءات باش نقصوا على الحلول. هذه حزمة من الإجراءات يلزمنا نراجعوا فاتورة الماء وفاتورة الضوء، لما لا ناخذ سياسة الدخل الأسري نحيوا منه 2% 3% أقصى تقدير، هذاك يمشي للماء والضوء ونوفروا الماء والضوء مجاني. الوصفة الطبية العلمية والوصفة الطبية التجارية، وتفكر نحن في الكواليس حكينا برشا مرات عليها، علاش يفرض الطبيب على المريض متاعه يعطيه دواء اسم تجاري ما يعطيهوش اسم العلمي، وهذا مشكل كبير. يوجهوا نحو دواء تجاري معين، توجيه هذا زاد من تو مازلنا احتفلنا بحقوق المستهلك اليوم العالمي للمستهلك نهار 15 مارس، وبالتالي نذكروا راه هذاك حق الاختيار من حقوق المستهلك. زاد كيف كيف نجموا الصحة التعليم، خاطر تو اللي عنده زوج صغيرات يقراوا، اللي عنده واحد في الباك اللي عنده صغيرات يقراوا اكيد باش قاعد يصرف اكثر. انت الحصه نتاع اليوتيوب راهي بين 70 80 90 دينار، يعني تتصور استاذ اللي هذي الكل اللي نحكيو عليه نجموا نحوصلوه في كلمه برك اللي هي لازمنا نخدموا على حاجه اسمها الحملات التوعويه. بالضبط، حتى انت كاعلاميه عفيفه من خلال برنامجنا، حتى ان شاء الله اكيد القنوات احنا باش نزيد نخدموا عليه الحكايات، لازمنا نوعيوا الشعب التونسي خاطر يفهم راهو ما شاء الله في ارشاد بالضبط، يعني يفهم في ارشاد المستهلك وفي حلول ايضا اخرى بديله تكون زاده تعاون. هذه الحلول هذه باش تنقص التونس، راك نشوفوا نحن انا ولد حي شعبي ما نعرف ثم ناس اللي راه ما صحيح تامل الفطور لكن العجام ما تنجمش تامله، فهمتني الكسكروتات ولا تعمل لك كرواسون، قلت كرواسون بيتزا ولا حاجه صغيره في الدار ولا ملاوي ولا فهمتني باش تعوض الكلفة نتاع العشاء، فهمتني؟ هذا اللي لازم نخدموا عليه الناس الكل ان شاء الله. يعطيك الصحة على تخصيص هالوقت الثمين نتاعك، كل شكر ومجهودك وللحديث بقية نرجعوا نحكيو على الاستهلاك، باش نرجعوا ان شاء الله نحكيو على قفة التونسي، وكما قال سي لطفي نحن على مشارف العيد وديما مناسباتنا تبارك الله استهلاكية بامتياز، دونك نمشي واحدة واحدة ان شاء الله بإذن الله وما دام الحلول موجودة. شكرا لك سي لطفي، يعطيك الصحة رئيس طبعا المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. مازلنا معاكم، مازالت فقراتنا متواصلة. حلقتنا متواصلة ومع فقرة صحتك بالدنيا وأهم حاجة صحتكم. الحمد لله الفقرة هذه اللي لقات استحسان وإعجابكم إن شاء الله، نطرحوا في مواضيع تهم صحتنا بالطبيعة نقدموا فيها المعلومة، وأنا سعيدة جدا اليوم باستضافة دكتور من أحسن الكفاءات اللي عندنا اللي باش يجاوبني أهم حاجة، زعما حشيشة رمضان مربوطة بالدخان ولا لا؟
دكتور طبعا الياس حسين، اخصائي امراض حساسيه وصدريه والاقلاع عن التدخين. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك على الاستضافه، يعطيك الصحه. شكرا لك دكتور. اهم سؤال باش نبدا به، طبعا نيجي نعرفها عندها برشا اسئله من بعد، اما اهم سؤال الحشيشه نتاع رمضان، كل عيات اللي نشوفوه في الشارع، ولا سكر هكا الكيس شويه، ولا انا سبحان الله واحد منسى باش يحط كلينوتون تلقى واحد يعيط عليه، في المظاهر هذيك مربوطه زعما بالدخان ولا؟ اكيد فما علاقه بالتدخين. أو نعطيك مثال، تنقص برشا بعد العشر ايام الاولانيين في الاسبوعين الاخرانيين، فهمت؟ خاطريه شنو هو التعود على النيكوتين نتاع الايامات الاولى، هذاك هو اللي يخلي نقص النيكوتين يعطي التوتر والانسان على تو نحن في نص رمضان ينقص في الاسبوع الاول. انت لاحظتش حشيش رمضان في الاول شرتو نتاع رمضان كان الناس تلاحظ بعد 15 وكل تلقاها اقل شويه، خاطر الانسان بدا يتعود على نقص النيكوتين في النهار. وشنو نقص النيكوتين ونقص الدخان؟ هو اللي يعطيك الاحساس بالتوتر، كما الانسان اللي هو عنده ادمان، وقت تنقص الماده نتاع الادمان يدخل بعضه، يولي عنده شويه خموله، راسه رزين، يولي يتوتر، اقل، يولي عنده عصبيه زاده، يولي معناها مش متحكم برشا في رده الفعل نتاعو، هذاك عادي جدا معناها، لكن من بعد يبدا ينقص بشويه بشويه. دونك نرجع لموضوعنا الرئيسي لاستضافتك اللي هما دكتور، وهي رمضان فرصه للاقلاع عن التدخين، يعني النجم ياخذ القرار اللي يدخن. ان الحمد لله، نقول النجم ان الحمد لله مرتاحه منه. والله اللي ما يتكيفش مرتاح دكتور. بطبيعه الحال شوف، هو يمكن باش نصلحوا بعض المفاهيم، بعض المفاهيم. يعني يقول لك انا يجي رمضان وانا باش نبطل دخان في رمضان، هو سي با مش بالضبط، هو صحيح معناها رمضان هو ممكن مجهول للتدريب على الاقلاع عن التدخين، خاطر برشا عباد يقول لك ها تو نبطل في رمضان، معناها انت عام كامل تدخن، جي رمضان ونهار الاولاني من بعد تقول لي سي بون ها تو باش نبطل الدخان تو، لازم تحضير قبل كل شيء. خاطر شنو هو معناها الانسان اللي هو باش يروح على الاكل والشرب والكلام وما يفطر الكل باش يروح على الدخان، هو باش يتعلم على باش يتدرب على سلوك شديد السيطره ويهذب شويه من الطمع نتاع النفس نتاعو، وندر شنو اللي باش يستعملوا للماكله، باش يستعملوا للشرب، شيء حاول باش يستعملوا الدخان. دونك باش يبدا يحط روحه في اطار، وانه من غير ما يكون في افطار وواحد وكل يشد روحه على الدخان، لانه هذاك التدريب خاصه اللي من بعد باش يجي بعد رمضان، خاطر في رمضان لما حالك باش نقعدوا في الصباح هو تنجم تقول اقلاع اجباري. يعني هو على الصيام اللي اوبليجي معناها مجبر يلزم الاقلاع الاجباري اللي يصير في رمضان وصار تدرب، هذاك يولي بعد رمضان اقلاع دائم لكن بارادته الشخصيه مش على خاطر هو صايم. ولذلك ديما نتصور وقت اللي يبدا الانسان قبل رمضان يحضر روحه خير من اللي يجي في رمضان يقول انا باش نبطل في رمضان. فما ناس تبطل في رمضان من غير حتى اشكال، خاطر انت تختلف الادمان بين شخص يصعب عليه الاقلاع وبين شخص ينجم الاقلاع، كل واحد تظهر عليه علامات بسرعه الهم ترجع نقص النيكوتين. ولذلك نحسوا اللي صحيح في رمضان وقت اللي الانسان يوصل باش يوقف الدخان عنده معناها خمسة مرات معناها نقولوا فرصة، وأنه يقعد مقلع على طول بعد رمضان أكثر من الإنسان اللي يبطل في السير الأيام خارج رمضان. معناها رمضان كيعودك على شهر الإقلاع عن التدخين يخليك عندك خمسة مرات فرصة نجاح وأنك أنت توصف الإقلاع عن التدخين. هذه حاجة مهمة برشا، خاطر بعد شهر نحاتك العادات النيكوتين وكسيطر على كل ملذاك والتلبك الكل يولي بعد رمضان ينجم يشد روحه خير. لذلك فما نوعين كان تحب ندخلوا في الموضوع من اقلاع التدخين في رمضان. فما التدريجي اللي هو يقول لك تو بشويه بشويه، وديما نحب نذكر اللي راهوك الجري والهرى ولا بعد شقان الفطر باش تدخن السيجاره ولا راهو موش به، خاطر السيجاره هذيك على الخواء وبطن فارغه وامتصاصها يكون معناها اقصى حد، ينجم يضر البدن والمخ اللي مازال ما فيش، وانت تعطيك المواد اللي هي كان مستسبات تنجم تصير رجع معناها عصبيه ولا حاجه، تصير مشاكل صحيه ولا تعقد مشاكل تاع شرايين ولا قصبات ولا، من غير ندخلوا في معناها في الجزئيات. لكن يذينا ماذا بينا بعد شقان الفطر حتى لو كان لازم يدخن، ماذا بين المدخن يحب يعمل بالتدريج يوخر اقصى حد السيجاره الاولى بعد الفطور، لانه وقتها يكون فطر يكون لا يفكر شو تعبات بدو بدا يستانس على الافطار وكل شيء، وقتها كان لازم باش يدخن يدخن. والمهم برشا في قناعة التدخين انه في السهريه، خاطر اغلب المدخنين النهار ما يدخنش ويعتقد وان الوقت اللي باش يعاود يدخنهم الكل في الليل وباش يصلح اللي صار في النهار، وهذا مش صحيح، لانه فما نسبه تدخين
اللي هي معناها عدد السجائر في فتره معينه. تو كي تدخن انت 20 سيجاره في نهار كامل، مش كيما تدخنه في 6 ساعات بعد الفطور، يعني معناها المضره اكثر، لانه نسبه دخول مواد التدخين في جسمك تكون اكثر في السهريه من اللي هي تكون في النهار معناها على 24 ساعه. ولذلك النصح هو انه ماذا به الانسان في السهريه بعد الفطور يحاول يقلل اكثر ما يمكن السجائر، خاصه في الايام الاولى نتاع الصيام، باش ينجم بعد في رمضان وقت يوفى رمضان وتعدى بعد رمضان ينجم يكون يحافظ شويه على طريقه انه التحكم في عدد السجائر اللي هو معناها نجم يدخن. وفما الناس اللي يقول لك الاقلاع الكامل من غير تدريج، اللي هو يقول لك انا شديت روحي شهر كامل وهاني قاعد مسيطر شويه على روحي، خليني مالا نستغل الفرصه ذيك ما دام حسيت اني سيطرت شويه على الطلب ولا التدخين وكل شيء، خليني واصل بعد رمضان الاقلاع التام على التدخين. وهذوما كل واحده وفيها معنى دراسات ظهر المساوئ والمحاسن نتاع كل واحد. أما دكتور مرحبا بك مرة أخرى في 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 البرنامج. أما جست حبيت فما مكملات ساعة يشربوهم العبيد ولا ينشوفوا هكا سوى انترنت هكا يبيعوا برشا حاجات هكا يقول لك هذه تساعد على الإقلاع مثال على التدخين، شنو نسبة النجاح متاع هذوما المكملات ولا ليزاباري اللي يحطوهم هذوما؟ خلي العبيد تعرف معناتها باش ما تتضرش في جيبها زيدة ماك تعرف. كنا نحكيوا على الحكاية، احنا نحكيوا على المكملات ولا حاجات المساعدة. انا زيد نحب نسألك على السيجارة الإلكترونية يا دكتور، هل هي تساعد ولا تزيد تعمق الحكاية ولا نفس خاطر نشوفوا فيهم في دي سباس مسكرة؟ انت تحكي على ما هو في علاقة بوسائل التدخين المكملات الغذائية، معناها الحاجات اللي قاعدة تعاون الإنسان أو بالأحرى المدخن إنه هي تنقص تخليه ينقص معناتها بخلاف شهر الفضيل شهر رمضان يعاونه حتى معناتها روحانيا وسلوكيا حتى البيهيفرز نتاعو ينجم معناتها يبدلهم في شهر رمضان. لكن أنا حسب ما نشوف حسب ما نطلع في لي ريزو سوسيو فما بعض الأشياء اللي قاعدين فوالا قاعدين يبيعوا حاجات هكايا يبيعوا فيهم يقول هذوما يعاونوا باش انت تقلع عن التدخين. اسكو هذيا شنو نسبه النجاح نتاعها والكل؟ فهمت؟ شوف علميا الحاجتين اللي هما يعاونوا على التدخين هو المعالجه النفسانيه البسيكولوجيه للحاله، بطبيعه الحال احنا رمضان فيه شويه معالجه نفسانيه بسيكولوجيه، والمعوضات نتاع النيكوتين. هذوما اللي وصلوا النسب مرتفعه نتاع القناع نتاع التدخين علميا مع المنظمه العالميه للصحه. جميع الوسائل الاخرى السجائر الالكترونيه والايكوس واللي توا نحكيو عليهم توا والفيب وغيره 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 كلهم هما معناها مازال ما فيهمش دراسات تؤكد اللي هما فعالين 100%. لذلك معناها توا الايكوس اللي هو تدخين، الناس تخيل الايكوس هو معناها عباره على وسيله اقلاع عن التدخين، هو عمره كان تدخين كما تدخين فقط، وانه الدخان في عود يكون محروق يكون معناها مسخن. وزيد منبه يقول لك قبل ما يوفى سيجارو يعطيك ما ينبهك. وهو يولي يتكيف ساعات حتى اكثر من يتكيف قبل، وخاصه اللي هي الايكوس اغلى من السيجاره العاديه برشا. هذه حاجه. السيجاره الالكترونيه بالسؤال عفيفه هو معناها انا ننصح بها بصراحه، خاطر توا بدات تدخل في الاتفاقات العالميه اللي يقولوا السيجاره الالكترونيه خاطر توا هو معوض. المعوض هذا معناها يعوض لنا نوعين من الارتباطات، الارتباط البسيكولوجي الارتباط الجسدي بالحركه والارتباط بالنيكوتين، ولذلك يعاون، لكن لازم يكون في اطار عياده موجهه باش معناها خاطر ثم ناس اللي ساعه اللي عمره بطيف يولي يعمل الفيب على طول. وفما اللي ينحي الدخان يمشي الفيب يقعد فيب على طول، لكن اذا كان ما فماش خطه ماشي فيها باش ينقص النيكوتين باش يتعود على نقص النيكوتين ومن بعد في فتره من بعد يولي يقلع التدخين ماهيش تنفع. ولذلك ننصح بالاستعمال نتاعها اللي هو قصير في المدى، على خاطر فما مواد فيها اللي تعمل الدخان واللي توصل معناتها تنصح اللي يتحط من ضمن الخطه للاقلاع عن التدخين. هو ماهوش باش يعمل يولي مكمل للتدخين. الوسائل هذه ماهيش هي اداه لاقلاع التدخين، لكن هي وسائل مكمله باش تعاون على اقلاع التدخين سلوكيا. السلوك هو اهم حاجه، تهذيب السلوك هو اهم حاجه، والتعويض بالنيكوتين. تقينا توا الليبنوز وبرشا حوايج وكل كلهم هذوما يدخلوا في اطار ثم نتائج فيهم وفما نتائج اللي يقولوا ماهوش نتائج معناها ثم حاجه اخرى.
كايناش فيها، فما الريجيم نتاع الاكل في الصيام مهم برشا برشا برشا، وفما تعاطي الرياضه اللي مذومه ديما ننساوه وراهم يعاونوا برشا. حكينا خاطر في الوقت دخلنا حكينا على البسيكولوجيا بصفه عامه، كيفاش نتصور رمضان وشنو نوع الاكل، نحكيو زاد على طبيعه الاكل. الاكل ما يلزمش يكون معناها فيه مهيجات، خاطر اي مهيجات معناها تطلب كان تدخن يستعملها المدخن معاه باش يعاود يستعملها باش يعاود يدخن من جديد. ما يلزمش الماكلة القويه برشا اللي فيها معناها الدهون اللي مشبعه برشا، يلزم ماكله خفيفه فيها فيتامينات، فيتامين اي معناها اللي موجوده في الجزر، الفيتامين سي، وحنا عندنا توا القوارص، وكل هذوما كلهم يعاونوا باش يكون معناها الفواكه معناها الخضر البقول الجافه هذه كلها تعاون على خاطر فيها مواد تخلي معناها اللي التدخين طلب التدخين يكون اقل من اللي هي تكون. ساعات يقول لك واحد خليك نهضم نستعمل السيجاره كل شيء، دونك هذا كله يعاونوا حركه الرياضه. فما ناس زاد تعمل رياضه اللي متعودين على كيما نقولوا السيطره على ستريس، لا جيستيون دو ستريس، اللي يعملوا رياضات في الدار يعمل اليوغا يعمل كل شيء. فما زاد الرياضه، رياضه ينجموا يمشوا للقاعات، ينجموا يمشوا حتى لصلاه التراويح زاد فهمتي. دونك برشا حوايج اللي تخلينا في فتره ما بعد الصيام بعد الاذان ينقص التدخين، وهذا المطلوب هو. لأن اذا كان انت تدخن 20 سيجاره في بعد الفطور وانت تدخن في ما عملنا حتى شيء، لازم نستعملوه باش نحاولوا نهذبوا السلوك نتاعنا تجاه الطلب والارتباط نتاع النيكوتين. واضح يعني كله داخل في يعني في طريقه السلوك نتاع المواطن التونسي. بيان سور هو صاحب القرار. اختلال في التصرف. اختلال الانسان العادي ما يدخنش. دكتور ختاما انا نقول القايل علاش نحش بكم تحكيوا، جبنا تبارك الله دكتور ومختص وما شاء الله وفي الاقلاع على التدخين، نقول قايل علاش زعما نحبك التذكير يا دكتور خاطر مهم برشا. ديما ترجع لها ديما نرجع لها ديما نرجع لها ونرجع زيده علاش زيده لازمنا نفكروا في الناس اللي عايشه معانا زيده، ما حتى كان الله غالب يتكيف يا خويا فكر لي في اللي معاه. فما حاجتين مهمين برشا، المضار التدخين المباشر من غير ما نقعدوا نخوفوا العباد، تعرفني انا ديما اسلوب انا ماذا بيا نخوف في الموضوع هذا. الامراض القلبيه، الامراض التنفسيه، والامراض السرطانيه عافانا الله فهمتي، هذوما مهمين برشا ما عادش فما شك في ارتباطهم بالتدخين. اكيد وسرطان الثدي مثلا اللي هو كان السرطان الاول عند المراه، ولا سرطان الصدر من التدخين هو الاول قبل الثدي عند المراه. معناها كان فما عندها روتار يخدم صالحها، توا ما عادش فما روتار، خلطت على الراجل بالتدخين. هذه باش نعطيكم بعض الفلاش. بالنسبه للموضوع الثاني اللي حكيتو انت هو التدخين السلبي. التدخين السلبي باش يمشي في الامراض التنفسيه، في الحساسيه، في الاطفال اللي هم مازالوا حتى معناها في طور النمو اللي قصبت الهواء نتاعهم تولي تتخلط مواد التدخين، في المراه الحملة اللي مازال في معناها الجنين نتاعها يتاثر حتى في التكوين الجيني نتاعو. هذا ناحيه الضرر. اما انا نقول لك حاجه باهيه اللي هي شنو يربح المدخن بعد اقلاع التدخين؟ حتى ذا مهم برشا برشا. لو انا بطل الدخان اقول لك اوكي باهي شنو الاخطار تنقص برشا برشا، من الساعتين الاولانيين، من الساعه الاولى، من الشهر، من العام، من الخمس سنين تبدا الاخطار نتاع الامراض هذه الكل اللي احنا نعرفوها امراض خطيره، ونعرفوا اللي في تونس عندنا وفيات كبيره من الدخان وكل شيء، تبدا تنقص بالاقلاع عن التدخين. التدخين معناه ينجم يرجع لك الدوره الدمويه نتاعك في شهرين ثلاثه دوره عاديه. ينجم بعد عام ينحي لك خطر نتاع الامراض على الاقل 50%، انما بعد خمسه سنين يرد كما الانسان عمره ما دخن. ولذلك المنافع والفوائد تاع التدخين لو كان يعرفها المدخن ويطلع عليها بطريقه معناها واضحه يمكن يولي ياخذ قراره بسهوله ويوصف النتيجه باش يبطل الدخان. ان شاء الله نكون اليوم الهمنا برشا ناس وعاوننا برشا ناس يا ربي ان على الاقل تخمام في القرار دكتور. اللي هو مرحلة مهمة من الإقلاع عن مهم برشا، خاطر هو شنو كي بدينا الحكاية على شهر رمضان، هو يلزمك تاخذ قرار قبل رمضان، تقول السنة راني باش نحاول نبطل، والقرار باش تاخذها على أساس مصلحة في الصحة، مصلحة مادية، أعطاء المثال للأطفال الصغيرات نتاعنا زاد يشوفوا يتأثروا بالشيء هذا، دونك لذلك تكون ديما قبل رمضان التحذير يكون معناها في حقه باش تكون نتيجة كويسة إن شاء الله. نجم نخلطوا كيما حكينا في موضوع المرض السكري اللي يحب يصوم في رمضان، وقت حكينا في الحلقه السابقه مع الدكتوره اللي يحب يصوم معناتها مش فجاه يقرر هكا الحاجه ذيك في رمضان، لا يبدا يحذر قبل رمضان بثلاثه شهور انه هو باش يصوم رمضان، الوغ يبدا يعدل في معناتها السكر. طبعا استشاره الطبيب مهمه. أكيد أكيد برشا برشا احنا ما نجموش نعيشوا بلاش بيهم. رمضان ما نجمش يكون معناها انسيدون جاك باش انت تبطل فيه الدخان، هذا معناه برشا عباد يفهموه
الطريقه هذيك تيا جا ليله رمضان لقى روحه يحب لا يفو بريباري صاف قبل ما يوصل نشوف النتيجه. يعطيك الصحه دكتور. ختاما نشكرك برشا على تخصيصنا هالوقت الثمين هذا، واكيد باش نرجعوا معاك على مواضيع تهم التونسي الكل. ختاما دكتور. والله ختاما انا حبيت نترحم على زميلنا دكتور محمد الحاجي طبيب اخصائي نفساني اللي توفى في السجن، وهذه حادثة خطيرة وسابقة معناها أليمة جدا جدا، لأنه توقف في معناها توفى في إيقاف تحفظي من غير أدلة للإدانة بتاعه. إن شاء الله معناها ما تعاودش الحكاية هذه، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته، وإن شاء الله معناها الأطباء معناها المرة هذه يقفوا وقفة معناها مع بعضهم باش الحكاية هذه ما عادش تتجدد من جديد إن شاء الله. أي إن شاء الله ربي يرحمه. ربي يرحمه إن شاء الله. ونتصور إنه ملف قوي برشا هذه دكتور، وإنه نتصور إنه هو نتمنى بالأحرى ولا نرجو إنه هو يوصل لأصحاب القرار في أقرب وقت. علاش؟ على خاطر راهو الأطباء من المفترض إنه هما معناتها في مرتبة معناتها عليا، خاصة انه معناتها قال الدكتور اللي هو ما كانش فما أدلة. بيان سو احنا مش نحكي في القضاء، ما ندخلوش فيه في القضاء، لكن معناتها درجة دكتور او طبيب معناتها نتصورنا درجة راقية جدا، مش من كفيوه بهذه الطريقة. ان شاء الله دكاترتنا الكل باذن الله، حتى اللي مظلوم ان شاء الله باذن الله تو ربي يشوف الحق، واحنا في شهر بذيل واللي توفوا منهم ربي يرحمهم. شكرا لك دكتور الياس حسين، اخصائي امراض صدريه وحساسيه والاقلاع عن التدخين. فقراتنا متواصلين، حلقتنا متواصله. حلقتنا متواصله معاكم، كما نخموا في الناس الكل، نخموا في افراد العائله الكل، نخموا سورتو في المراه. وانا قلت لكم من الحلقه الاولى انه البرنامج هذا القلب الروح العائله اللي هو المراه، والمراه وقتاش تعطي وقتاش تبدا فرحانه كيف تبدا مزيانه، ونعرفوا عاد الزين والعين والقد نتاع المراه التونسيه، وزاد النساء المغاربيات اللي يتفرجوا فينا الكل. فرحانه برشا انه ان شاء الله باش نخصصوا لكم الفقره هذه، مش معناها الرجال ما يتفرجوش، راهو هكا ولا نيجي يتفرجوا ما فيها بيس. كان فما حاجه هكا غسيت ولا حكايه تغيب عليهم يفكروهم. سعيده جدا باستقبال هنده بن عبد الله في فقره استوس بوتي، شرف تشوفوها معنا ومع هندوده. مرحبا هنده. على سلامتك. على سلامتك عفيفه. على سلامتك. نشوفوك نشوفو البوتي محليك يعطيك الصحة على ما شاء الله ما شاء الله. عايشك القات هكا نحس جو رمضاني. عايشك. اي نحن في رمضان تعبنا من وقفة الكوجينة ناجة بالحق، نحسوا في الوجه شايح. شنو موضوع اليوم؟ هو العادي احنا اليوم مش نحكيو على رمضان، ما نجموش ما نحكيوش على رمضان. هو العادي انه يكون رمضان حاجة هايلة برشا للبدن وللوجه ولكل شيء. علاش؟ على خاطر الشهر هذا فرصة باش البدن يتخلص من التوكسين اللي فيه، من السموم اللي فيه. لكن مالوغوزمون مع عاداتنا السيئه، مع كتب البيز نتاعنا احنا التوانسه ما شاء الله شعب مخماخ نحبوا الماكله البريكه نتاع كل يوم بربي مش نسالك عليها. تاثر على اكيد هذا اللي باش نحكيو فيها عفيفه. دونك مالوغوزمون احنا في رمضان نبلبزوا برشا، ديكو اللي يتخلص منه البدن نرجعوه ثاني ومثلث. دونك شنو يجرى اكزاكتومون في رمضان؟ ساعه ساعه تلقى مراه ولا راجل عنده البو ما شاء الله، معناها ما عندوش حتى مشكل. اي ولا ساعات حتى راجل كبير ولا كبيره سبحان الله شنو قاعده تعمل، وشعره زاد محليه ولا شعرها محليه، تجيني قبل العيد بجمعه تقول لي راني ما فهمتش بيا، راه وجهي ما كانش عندي لي بروبليم اكني، ما كانش عندي حبوب ولا عندي حبوب، راه ما كانتش البوم تاعي شايحه، ما كانش عندي قشره في شعري، علاش ولا عندي؟ تو سامبلومون على خاطر انت يا مسيو ولا يا مدام بلبست برشا في رمضان. دونك نعرفوا اللي الوجه مرايه البدن، هو الوجه والشعر مرايه البدن، اونتر بارونتيز مرايه الروح زاد. على قد ما تكون الروح صافيه ومزيانه، على قد ما تلقى على وجوههم ولا تلقى ما شاء الله كالعبد هذاك تغزل وتقول محليه، معناها محليه. وكيف كيف الماكله عندها دور كبير كبير كبير. ما نجمش يكون عندي بوم مزيانه ولا شعر مزيان وانا مبلبز ياسر، حتى ولو انا ناخذ اغلى الكريم اللي تصورها في بالك ونمشي نعمل لي سوا ونعمل نيتواياج، مي نكون انا مبلبز ما عملت حتى شيء. دونك هي دوره تبدا بماكلتك بالليجيان دفي نتاعك فوالا،
وتوفى بك شويه لي كريم وكل الحاجات هذوك التدخلات هذيك في السياق هذا لي كريم التدخلات هذيا. باش نسال هند النجم جو سوي سور اللي انت باش يعجبك السؤال. انا مثلا باش توا النص بتاع رمضان وتعب الوجه ويقول لك نحن عندنا كلمه الوجه مدخن باش نحب والله في العيد باش نمشي نزور الاقارب ولا نحب نوصل للعيد والمناسبات يلندرا معناها في فتره صغيره نجم نصلح. شوف نجم نصلحوا بيان سور فما برشا حاجات كان نبداو من توا بقدره ربي من هنا للعيد وليل 27 والكل باش تكون عنا بو مزيانه على الاخر على الاخر. اما نبداو ماذا بينا اعطينا لي زاستو فوالا. شوف هما حاجات يبداو الساعه بماكلتنا. علاش قلت ماكلتنا عفيفه؟ خاطر فما ماكله كيف ناكلوها حاجات كي ناكلوها تحفز انتاج البدن للكولاجين. وكي نقولوا كولاجين شنو هو؟ العنصر المسؤول على شباب ونضاره البشره. دونك لازمنا برشا ماكله تكون ملونه على قد ما يكون صحنك ملون وفي الوان نتاع الخضره الكل والغله الكل على قد ما تكون عندك بو مزيانه. شوف انا كيف ناكل برشا ماكله حمراء. ما معناه الطماطم الحاجات الاحمر ايه سيختو الفريز والله استعمال داخلي ولا خارجي الفريز ممتاز ممتاز الكل لي زونتي اوكسيدون الكل فيتامين سي الفريز نعمل بيه انا بيرسونيلمون نحك بيه سنايا نعم بيه وجهي وناكله والله ريت كعبه الفريز تلقاني نقد بها في سنايا ووجهي وناكلها على خاطر فريمون ما عندكش فكره قداش الفريز يعطي لابولمين ويعطي سكون سوفل هكا للبو تاعبه معناها ريت عندي خارجه هكا وجهي تاعب نضربه هكا بشويه فريز يعني في شويه والنسبه معناها النسبه عاليه للمراه معناتها انه هي تزب روحها معناتها الجمعتين اللي جايين ان شاء الله بتاع رمضان النسبه اعلى من الرجل بيسكو هي طيب في الكوزينه علاش باش نقولوا احلى وهي في الكوزينه كما قالت نقبلوها من بعد ان شاء الله نانا زكيه قالت لك وين قاعده نطيب ونصنف كل شيء نعمل حكايه كل مره نستعمل كل شيء ريت اللي تصوروا في بالك وقدامك في كوجينتك تنجم تستعمله والله بطاطا فريز معدنوس هو على المعدنوس ما عندكش فكره في نتاع المعدنوس مال معدنوس باش نحكيو بعد شويه على الكولاجين الطبيعي والبوتوكس الطبيعي والفيلر الطبيعي دونك برشا حاجات كلها موجودين في كوجينتنا اعطينا دي زاستوس وانت تحكي لنا خلينا نشوف اول حاجه نبدا بماكلتنا قلنا لازم ماكلتنا تكون فيها الحاجات الاحمر الحاجات الاورانجي الزيوت هذا باش نقول احنا ولو ان تفاهمنا مع يسرى برناز في حكي لنا في الحلقات الاولانيين معناها قلنا انه اخصائيه التغذيه كي نعملوا مره في الجمعه معناها بريكا مقليه شوف عفيفه شهر. عندك البريكا وذنين القاضي زليبيا المخارق عفيفه تغزلي مقبيك خاطر نبتسم وي في تونس رانا معناتها ما شوف مالوغوزمون ما مش نقولوا طالبين المستحيل يعرفوا خاطر الدكتور ميجي يعرفوها صريحه معناتها اول حاجه نبداو بالترتيب الداخلي شربان الماء سيتادير اك 8 كيسين ماء بين شقال الفطر والسحور عفيفه يعني ما نجيش نقول شي هاني مانيش نشرب في الماء نشرب مثلا مشروبات غازيه لا 8 كيسين ماء 8 كيس مينيموم فوالا من شقان الفطر للسحور ايترا ونص تقريبا ايترا ونص بالضبط ايترا ونص بالضبط هذا هو اللي الدن يستحق مينيموم اقل حاجه باه نجمش في الماء هند بربي فما ناس يقول لك ما نحبش نشرب ماء هكاك نحبوا اغوماتيزي والا نحطوا فيه قارص والا قهوه فما ناس عندهم شويه يبدا يدوروا بدبابزهم شخص قارص حاجه ديتوكس باش تخرج السموم من البدن هو شوف فما حاجه كانت حتى في الطب الصيني القديم كانوا يداويو بها هي شربان الماء الدافي فيه نكته قارص ريتك الماء الدافي انت كي تحط شقان فترك ومعاه كويس ماء دافي فيه نكته قارصه ديجا بعد ثلاثة ايام اغزل وجهك في المراية تو تشوف لابوني تو تشوف لابوني اذا كان اما لهنا العباد اللي ما عندهمش مشاكل هبوط في الدوره الدمويه ما عندهمش مشاكل معده على خاطر كلنا يعني ولا نعرفوا القارس معناها ينجم يقلق شويه لهنا وكي نحكيو قارس مش لازم تعصر برشا راهو حاجتنا بين كيتا والماء يكون دافي فرد معدل هو ودرجه حراره البدن يعني ماء دافي شوف جربوها الحكايه هذيا ميم حتى ثلاثة ايام وتذكروني قداش تعطي لابونمين هذيا اول حاجه فما حتى هي كيور سيزونيير تصير كل اخر سيزون انك تعمل جميعها
كل نهار صباح تعمل كويس ما دافي في في تقارص حتى شيء نعرفوا برشا حاجات دونك باش تعطيك اون بون مين هاني قلت لك عفيفه استعملها 3 جوغ وشوف وجهك في المرايه هذا اول حاجه قلنا الترتيب الداخلي اللي يصير بالماء النوم زاده النوم الكلنا نبداو نحوسوا في رمضان وجوهنا تفجع معناها لا يزيش بال لا يزي عينينا كل باندا تبدا مدوره بالساغ علاش اول حاجه نقصين ماء ثاني حاجه ما نرقدوش الكلنا نسهروا سيغتو المراه مسكينه تسهر تقوم الصباح باش تمشي تخدم باش تحضر اولادها باش دونك برشا حاجات تحضر السحور فوالا تلقى عينيها الكل دايره بالكحوليه مالوغوزمون لهنا لازمنا نقولوا لازمنا نرقدوا 8 سوايع 8 8 سوايع بالنسبه للمراه فنحطيكش نقولوا نحن 40 50 شوف مراه ولا راجل اذا كل ما نكبروا في العمر كل ما يكون معناتها هاك خلينا نقول لك حاجه دكتوره لازمك 8 سوايع يكونوا في الليله ما نجيش نقول انا والله حتى نرقد 5 سوايع وغدوه نعمل لاسيست نتاع ساعتين ثلاثه لا لازم 8 سوايع في الليل وفي بيت الليل ما نرقدش وقدامي تليفوني وقدامي التابلت هي محنها نومة الليل محنها شوف علاش على خاطر البدن يفرز حاجات تجدد الخلايا دونك لازمك ترقد 8 سوايع نتاعك سبحان ربي معناتها خلى الليل سبات وجعلنا الليل سبات والنهار معاشا يعني شوفوا راه شنو 8 سوايع نومة الليل مع شويه ماكله كما قلنا حمراء وشويه ماكله خضراء غامقه ستادير الكلاف المعجنوس حمراء مش هريسه ليه باجي تو هو راهو خليني نقول لك حاجه في بالك الفلفل من اكثر الحاجات اللي فيه فيتامين سي وي انا نعرفها سورتو الملون الاحمر هذاك ولا الاصفر يقول له انه عنده هو فوالا يعطيك الصحه هذاك دايغ نقصوه معناها كان نعملوه في سليطه يكون في عنده فايده كبيره على الكبار والصغار وكل اي خير ظني كلمة طيب هكا ولا هكا بيان سيغ هي أي حاجة أنا يا أخي طيبة دونك تبدا فيها أكثر اللي فيتامين منافع كتير منافع تقص ما تنقص فوالا المنافع سيرتو كان قلينيهم مشات لغلا دونك ماكلتنا لازمها تكون كما قلنا ملونة الأخضر الحاجة الخضراء الغامقة الحاجة لورانجي والحاجة الحمراء علاش باش نعززوا إنتاج بدنا للكولاجين وزادة كيف كيف شعوراتنا الكيراتين الكيراتين اللي هو العنصر المسؤول على طول ورطابة الشعرة وصحتها دونك هالماكلة هذيا كي ناكلوها احنا ديجا ضربنا عصفورين بحجرة واحدة دونك ماذا بينا الصحن قدامنا بسلاطة يكون ملون الشربة متاعنا تكون فيها كلافز المعدنوس يكون موجود وكان احنا نجمو يا حبذا نشربوا ماء المعدنوس اللي هو الديتوكس اللي هو يخرج السموم من البدن ويعطي نظارة كيفاش تعمل هندا كيفاش يقول لك فما اللي يقول لك من نقبلوز اكسيد سي بون زيت زيوت ديكو يخرجوا لنا لي بروبليم اكني هذاك علاش في اخر رمضان تجي تقول شنو هي الحبوب شنو هي هالمسامات المحلوله اللي في وجهي شبين يخرجوني لي بوان نوار هذاك الكل من العادات الغذائيه السيئه هذا بالنسبه للريجيم اليمونتير فوالا ربي باش نسالك يا حبي يا غاليه محليك يا عيشك عزيزي والستريس نتاع الراجل ما يقلقش علاش الراجل خليني عاد عفيفه ما قلنا احنا عملنا برنامج هذايا انا وياك خاطر نختلفوا خاطر نختلفوا راجل هكا وشكون جاب لك القصه وشكون اللي دبر عليك الدباره وشكون اللي هز عليك وشكون اللي هز طيب من المكتب وشكون اللي جاي انا حكيت راجل شبيك ديريكت تمشي دابا نجم يكون راجل ولدي نجم يكون راجل شوف احنا نعيشوا في بريسيون سو بريسيون ما فماش كان الراجل احنا الضغط النفسي حاجه داخله في حياتنا اللي هو غير السؤال وستريس يا صحيح هكا نحب نشوف اكبر عدو للصحه وللجمال ايوه نجم تقتل كاريمون معناها الضغط النفسي يقتل كاريمون كما يقتل زينة ويخليها تطفى وتذبل ويخرجوا لها لي ساغن ويخرجوا لها لي غيد وشعرها يطيح ويخرج لها الشيب شوف هي اكبر كوز نتاع اي مشكله تصير انا عجبني الفيديو باش نكملوا عجبني فيديو على الريزو سوسيو اللي فيه طولي بالك هذو ولادك شغلت في خالي كي نرفس نحطهم في بالي طولي بالك هذو ولادك ربي يفضلهم هما كل ما فيهم مزيان ان شاء الله فوالا ايوا هندا كيفاش باش نختموا توا ومازالت معاك برشا ديزاستوس ان شاء الله اكيد اللي باش يتبعنا باش يستفيد برشا ان شاء الله بقدره ربي شوف عفيفه توا باش نمشيو للاستعمال الخارجي دونك رقدنا بالقدا شربنا الماء عملنا الكور اللي قلنا عليه نتاع حتى ثلاثة ايام هكا ما دافي على الخوة وفما حاجه اخرى سامحني باش نحل بارونتي صغيره التنفيس تنفيسه ديجا هي اليوغا صديقة المرأة صديقة جمال المرأة علاش على خاطر ولي ما تعرفش اليوغا اش نعملوا هنا انت ريت كي تقوم عفيفة اعمل لي خمسة تنفيسات من كرشك نفس
هي شنو هي اليوغا؟ شو بدها من حمام قلب؟ راهي كلها كيكه دي زيكزيرسيس يتعمدوا على يعتمدوا على التنفس الصحيح وكلكو اكزيرسيس جيمناستيك فاسيال معناها لوجهك وكاو دونك اعطينيك العشرة تنفيسات كل صباح من كرشك وانت قاعده نتنفسوا هكا شو بدهم من اعماق؟ شو بدهم من الاعماق وخرجهم كيف كيف سبحان الله اي بيان سور عندهم علاقه بيان سور عندهم علاقه كبيره للنظاره نتاع الوجه بيان سور دونك التنفيسات الباهين المزيانين وتوا نجيو للاستعمال الخارجي شوف كم شنو قاعد نحكي لكم من هنا الغدوة خلينا نعطيو ثلاثة حاجات سايدين على خاطر مازلنا باش نزيدو ان شاء الله ان شاء الله كل مرة باش نعطيو حاجة دونك خلينا كي نقولوا بوتوكس نقول المرأة بربي شنو هي بوتوكس يا اخي انا ما لقيتش شنو رايك نخليوها الحلقة الجاية باش نخليو فما تشويق تشويق ما نعطيوش حتى ماسك صغير ماسك صغير نعطيو البوتوكس هكا هو عطينا فوالا البوتوكس الطبيعي كي نقولوا بوتوكس راهو مش كومبلومون حتى شيء راهو بوتوكس باش يخلصنا من لي غيد ولي غيدول باش تحس وجهك مكبوس وكا هاو دونك لهنا حاجتنا بحاجه صغيره على الاخر وموجوده على الاخر في كوجينه اي مرأة نصورها اللي هي زريعه الكتان اللي هي زريعة الكتان حاجة موجودة نتصورها وممتازة للمرأة حتى كي نستعملوها استعمال داخلي زادة دونك لهنا مستحقين سولمون زريعة الكتان اللي فيها حتى الأوميغا 3 بيان سور يعطيك الصحة وأحسن حاجة كي نرحيوها زادة بدا بيك وكي ترحيها تستعملها ديريكتومون في نفس الوقت ما تصبرش ما تصبرش زريعة الكتان ما ترحيهاش وتخليها تستعملها ديريكتومون وحتى الرجال اللي يتفرجوا فينا تو نهار نحكي لهم على زريعة الكتان على خاطرها الجيل ممتاز للشعر زادة كيف كيف تفيكسي الشعر وميم طون تقوي البصيلات نتاع الشعر ما فيهاش لا برودوي شيميك فوالا حاجة فوالا دونك لهنا باش ناخذوا زريعة الكتان نحطوها او بيان نخليوها ديب ما تغلي او بيان باش ناخذوها ونحطوها في الماء سخون نخليوها لين تسيب الجيل نتاعها وبعدكش باش نصفيها ونعملوا بها وجوهنا باش نخليوها شويه وبعد نغسلوا وجوهنا ما دافي بعد ما بارد باش ننشطوا الدوره الدمويه وتو تشوفوا كيفاش وجهك اكلي غيديول هذوكم باش تلقاهم اتنحاو لي غيد بمرور الوقت على خاطر تو سكي لي حاجه ناتوريل سا دوموند وقت مش ديريكتومون ما نستعملش اليوم قلت يا ها مازالوا لي غيد شويه وصعبالوا شويه صبر وتو تشوفوا قداش النتيجه اما جوست المراه نصيحه نتصور ننصحوها لازم تداوم ما تقلقش ما تقلقش ما لازمهاش تقلق شويه صبر ما قلنا واقفه في الكوجينه تذهب بروحها شويه اكيد لا نبداو من الجبه تلبس الجبه وتسمع لي الجبه اللي كيف جبتك محلاها لا عايشك هندا يعطيك الصحه نفسي بكون نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع ان شاء الله مع هندا بن عبد الله طبعا خبيره التجميل جينا طلتها المزيان وحضورها الجميل معانا هندوده مازلنا مواصلين الفقره جايه فقره حلوه برشا فقره فنيه بامتياز مع الفنان منجد الداوي نشوفوه بعد شويه معانا علي سكنا بيض مقلب في شفا يدنزيد الخب علي سكنا بيض مقلب ولا نخلي سر مخبي ولا نخلي سر مخبي في شفا يدنزيد الخب علي سكنا بم قلبي يا هل ترى شكون يفهم حب بالسكنة في بم قلبي قلبي هديته ليها السكنة مام وعيني نحكي لكم مش صاير فيه ولا نخلي سر مخبي ولا نخلي سر مخبي يا هل تراش كون يفهم حب بالسكنة في مام وقلبي مرحبا بك الفنان منجد الذاوي على سلامتك شنو حوالك ربي يبارك لك شكرا لك شكرا لك على قبول الدعوه شفت محليها الاغنيه التونسيه ما شاء الله صوته تبارك الله ما شاء الله نورتنا منجد بالحق احنا سعداء جدا يعرفوني راهو
في اختياراتي كيف نبدا نحضر الكوندكتور نبدا نطرز تريزا. فالاختيار بالحق على انك تكون حاضر معنا هو تميزك سولو اللي انت عامل مع العود الالكتريك هذايا، اللون هذا اللي اختصيت فيها، علاش يا منجد؟ سا ميرسي بوكو على الاستضافه. يعيشك، عايشك، نورتنا. بون من جات الحكايه يعني هكاك، فهمتني؟ انا من قبل على باز يعني شونتور على باز، فهمتني؟ عندي الاحتراف في الغناء ونحب نغني، نحب الموسيقى. ابروبو انا راني انجينيور اون انفورماتيك متخرج. بعيد كل البعد يعني، متخرج وبدبلومي وكل شيء، ولكن الغرام يعني الغرام قولوا الغرام قوي فوالا. دونك والغرام صعيب في تونس، الغرام يتعب محلو كيما الحب. نقول لك الحب بنين هكا يتعب، معناتها فهمتني؟ اما فوالا سي اون فو اون بو فوالا. جاوبني ساعة برشا أسئلة أنا ديجا حضرتهم له. خليني ساعة في اللون هذا اللي أنت اختصيت فيه، معني علاش أنت اختصيت في أنك تكون منفرد مع آلتك وآلة، خديت آلة جديدة ماهيش قديمة، علاش؟ سا تو دابور هذا عود إلكتريك، واللي هو كيما نقولوا ليفولوسيون تاع العود العادي فوالا، فهمتني؟ دونك جات الحكايه بطبيعتها، انا كيما قلت لك مغروم بالغناء وكل شيء، يعني سودانمون جاوني دي زوفر باش نخدم يعني هكا اون سولو وكل شيء. خدمت وانا من اصلي معناتها نحب، معناتها نحب نخدم حاجه، نحب نتقن الحاجه، فهمتني؟ دونك مشيت في الشيء هذاك، عجبت برشا من الناس وقدمت. دونك وليت مطلوب في لي فيت بريفي باغ كونسيكونس. هنا باش نجيك يعطيك الصحة، وجيت الاحتياث جاب حديث وحده. يعني ما تخافش انه يتقال عليك منجد الضاوي فنان عرب عروسات لا بكها وما يا خويا وينك؟ نجم نقول لك وينك مع فنانين جيلك اللي اختاروا برامج، اختاروا باش يخرج لبرا، اختار اللي مشى لدرشنو ستار اكاديمي، واللي درشنو اللي اختار انه يمشي برا من تونس. ساعة تو دابور ساعة اي حتى اللي خرجوا لبرا، ساعة تو دابور اللي خرجوا لبرا ديما نحكيو ونشوفوا، نسال سؤال ما يسالش ونوصلوا. نوصلوا معناتها فهمتني؟ خاطر ستار اكاديمي وكل شيء يعني برامج باهيه وكل شيء، لكن يعني مش الجنه كما نقولوا. حتى في البزنس راهو نسميوه من 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 الحاجات الخايبه اللي تنجم تاثر على البزنس نتاعك هو التوسع السريع. وتتوقع اللي هما الفنانين هذوما التوسع السريع اش معناتها؟ معناتها نجح في حاجه معينه عجبته، عجبه النجاح هذا المؤقت، ولا يحل في برشا ولايات ولا برشا دول. تتصور اللي انت ما تحبش هالنجاح السريع هذايا والا التوسع السريع، تحب يعني كل وقت تعطيه وقته وتحب معناتها. انا نمن اللي كل حاجه لازمها تطيب سله سله، لازمها كل حاجه تطيب كعب صحيح، كل حاجه خاطر راهو باش توصل للكاليبر باهي كل شيء. فما حتى فنان راهو وصل معناتها يعني وصل عمل الكارير باهي في حياته من غير ما تعب، من غير ما صبر. الصبر مهم برشا معناتها، فهمتني؟ سيرتو في الوقت هذا الكونكورونس كبيره، وتوا قبل معناتها باش تنتج غنايه قبل كانت حاجه صعيبه تلافز كل شيء. تو سوشيال ميديا يوتيوب كذا صحيح، هو كيقول واحد كونكورونس معناتها فما برشا اصوات اخرى. هل تشوف ان الكونكورونس هذيا باهيه محلاها شريفه على خاطر برشا الكونكورونس منافسه نتاع الاصوات، والا كونكورونس تحسها ماهيش متساويه؟ لانه فما توا افيك لي ريزو سوسيو افيك لي بروغرام ولي زابليكاسيون والدنيا الكل، يعني ماك تعرف انت لي بوا دو برودكسيون وكل معناتها وكل معناتها هما يخدموا شركات ما تحب تدخل فلوس. الوغ فما بعض الاحيان عباد تمشي له ما عندهمش اصوات، ما عندهم حتى شيء، فهمت؟ فقط عندهم لياقه بدنيه ولا عندهم، فهمت؟ عندهم حاجات اخرين صحيت بلا انت ادرك هيك بلا، فهمت؟ فما تحسش انه هذوما معناتها سبقوك معناتها في ال... والله شوف خاطر نحن عصر انت توا انجينيور دانفورماتيك فوالا. دابور انا مانيش نقارن في روحي بشكون سبقني ولا كل شيء، خاطر ديما انا ديما نقول اللي المنافس الوحيد الروحي اللي بالرسمي انا في كونكورونس معاه اليوم هو روحي البارح. ما نغزل حتى حد معناتها، فهمتني؟ نغزل روحي فنانين كبار معناتها صبروا وكل شيء وطلعوا، واللي يقول لك اللي يعجبك في الزمان طوله. فما فنانين مثلا طلعوا 10 سنين التالي اليوم مثلا نجم ما نلقاهمش في المارشي، ما عادش موجودين في المارشي. وشكون اللي الدول نتاعك؟ يور ايدول فا
فما برشا من الناس ننسبيري منهم، اما الحقيقه ما فما حتى فنان يعني نحب نكون روحي. لا لا ما قلتش تكون ليدال نتاعك، ما قلتش معناتها تشبال معناتها مثالك هكا مثلا برشا فنان من كل من كل من كل حد تاخذ سكسس ستوري نتاعو فهمتني. تفرج في تونس، مش في تونس نحكي في العالم العربي، فما فنانين عملت نجاحات مزيانه. حبش يسمي هو عفيف شارع، حبش يسمي خاطر يحب يغني ما يحبش يتكلم، هو فنان عفيف نتصور ويحب يغني اكثر صح. نحب نغني حتى الكلام كي يبدا زاد موجود، ونحن زاد نحبوا نسمعوك ونحبوا المشاهد بعد باش ترجع لي بعد الوصله هذه باش ترجع تجاوبني على سؤالي اللي هو العروسات وال عروسي. شبيهم عروسي؟ شبيهم جستمون. كان مش كانك مرتاح غادي وعمل زون كونفور كي شيخ معروف منجد الضاوي عرس فينو عرس محليها كي انا الساعة فرحان اللي تعديت بالاكسبيريونس هذيك، والاكسبيريونس هذيك ان شاء الله نواصل فيها معناتها مادام اني نعم في حاجة باهية ونفرح في الناس كما نقولوا حتى وين نكبر ان شاء الله نقعد ديما نفرح في الناس فهمتني، ان شاء الله ديما نقعد نغني بالقدا ونزهي الناس. فوالا دونك العروسات تعلمت منهم برشا حاجات، تعلمت كل كلمة طيبة في العروسات فهمتني، الضحكة والجو التونسي المزيان فهمتني في العروسات اللي معناتها لازمك تخدم غاديك باش تتعلم معناتها الحاجات هذوك. تحتك مع شعب تونسي مع بكل طبقات. هو باش نكمل انا على كلامه حاجة يمكن راهي في باله ما قالهاش، كبار الفنانين يغنوا في العروسات في العالم وفي تونس وفي العالم العربي، معناها هذا الحفلات الخاصة لا تحديدا العروسات بيان سور فهمتني. دونك شوف باش نجاوبك على سؤالك كيما قلت لي، العرابن والعروسات وكل شيء هي حاجه باهيه وتقعد ماشيه مع الفنان طول حياته فهمتني، طول حياته. لكن تبقي لك مع العروسات فما حاجات اخرين كيما نقولوا البرودكسيون، الانتاج مهم. لا الانتاج مهم جدا اللي انا بديت قبل في 2020 وتوا بحول الله ان شاء الله عندنا جديد ان شاء الله فهمتني. سو ولا مع بعضهم حاجات. شنو جديدك منجد؟ عملت اغنيه في فيفري كلماتي والحاني فهمتني. لحن زايده كتبت لحن كيما قلت لك هذوما راهم كيف تدخل العائلات التونسيه وتخدم في العروسات يتربى لك فيلينغ وتفهم العباد صحيح، تفهم العباد شنو تحب التونسي، تفهم البصمه التونسيه وتفهم برشا حاجات فهمتني. دونك ان شاء الله نتوفق فيها وان شاء الله نزيد ننتج اكثر من كلماتي والحان وحتى من كلمات والحان يعني ملحنين. شوف ترجع تحكي على الافراح تحب انا ما نعرفش انا ربما فما بعض الفنانين ارتبطت انهم فنانين افراح، ما تقلقكش الحكايه؟ ما مش اول حاجه الساعه ما راهاش حاجه خايبه. لا بالعكس. وابار سا انا يعني فنان افراح وفنان يعني تاع خاطر الفن مش كان العروسات برك راهو تنجم تغني على كل انواع الافراح صحيح، سواء كانت في حفلات خاصه ولا سواء كانت في مهرجان قرطاج يعني حدث في مهرجان قرطاج ان شاء الله نتمنى يعني كل فئات انواع لي كاتيجوري نتاع التوانسه الكل يمشيو ان شاء الله. ومش من اهدافك مهرجان من اهدافي اي ان شاء الله. خلينا نسمعوا توا حاجه من الافراح بالله، حاجه في افراح وهالافراح بدلنا في كل الافراح شويه من قول لي قول لي تحب حاجه جو الافراح. هاي خلينا نسمعوا في العشويه هذه قريب المغرب ما نساش بيت القيس اغنيه تونسيه مثلا ترى برشا مش عارف اسكو يحبوها ولا يحبوها من عندي انا معناتها صفة خاصة، اما الاكيد اللي اغنية مزيانة لا الاكيد اللي اغنية مزيانة. بخزرت عينيها بخزرت عينيها والشفرة اللي بيها تسحس بيها تسحس، مفتونة بخزرت عينيها بخزرت عينيها والشفرة اللي بيها تسحس بيها تسحس، محلى الورد على خديها يا وخيالي
ما احلى الورد على خديها يا وخيات، ما احلى الورد على خديها يا وخياتي، ما احلى الورد على خديها يا وخياتي، ما احلى الورد على خديها يا وخياتي يا وخياتي يا وخياتي ربي يستر. يا ستار يا جبار، ما احلى تبيلة شفرتها والعينين تكوي نار متحوفة، ما احلى ما حكيت. يا ستار يا جبار، ما احلى تبيلة شفرتها والعينين تكوي نار متحوفة، محلى ضحكتها أنا منها عقلي طار يا وخيالي، 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 أنا منها عقلي طار يا وخيالي يا وخيالي يا وخيالي ربي. ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة. الوقت قاعد يجري معاك، إن شاء الله ترجع لنا مرة أخرى. باش نختم بسؤال ليك منجد، في رمضان كيفاش الريتم نتاعك؟ كيفاش تحبوا الشهر هذا؟ بالطبيعة كيفاش تعيش فيه كفنان؟ شهر رمضان أنا نراه معناتها منظوري الشخصي كيما نقولوا احنا الفيدونج للعبد الروحاني، فيدونج فهمتني، إنسان ماذا بيه يقوي علاقته بربي. في الشهر الفضيل هذا جاوني عروض موسيقية معناتها من يعني محلات خاصة وكل شيء فهمتني، لكن الحقيقة ما جيتش فيهم برشا فهمتني. شوي شوي داكوغ، شوي 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 العائلة، صحيح شوي العائلة، شوي روحانيات، شوي زاد نحضر بعد رمضان، شوية جديد زاد الفني فهمتني، كيما حكينا قبل البرودكسيون، يعني فرصة أنك تنطلق من جديد. بالطبيعة بيان سور، شهر نحبوا برشا رمضان، وان شاء الله ربي يوفقك. عيشك نورتنا اليوم. عيشك بالحق نجم بصوت هادئ جميل متمكن راكز بالحق. عندي شويه ستريس لو الحقيقه، عندي شويه تراك. لا باجدو، لا انت قاعد في عائلتك في هذه اصلا هو البرنامج، برنامج موجه للعائله، وان شاء الله نبيو فيه الاذواق الكل. ان شاء الله سعداء جدا ان استقبلناك الفنان منجد الضاوي، ان شاء الله تعاود ترجع بحذينا بجديدك وتنورنا. الدعوه مفتوحه في كل وقت. شكرا ليك، يعطيك الصحه. مشاهدينا على سلامتك، متواصلة معكم. وختام فقراتنا كالعادة دبارتنا نانا زكية، مرحبا بيك شيف هادي زويغي. مرحبا. مرحبا عافية. مرحبا لك نانا. لاباس؟ عايشك بفضلك. نيجا شنو رايك في الطاولة والجو؟ شنو رايي فيها هي؟ ما عادش نحكيو على الطاولة، أمينة اللي يهمني هي. هي اللي عطات قيمة للطاولة، هي عطات قيمة للفقرة نتاعها، هي اللي عطات قيمة للنساء اللي قاعدين معاها، وعطات قيمة قبل كل شيء للروح قبل الناس الكل. ذيك علاش انا كان باش تحلي الباب باش نحكي على نانا زكية، خاطر نحنا سي تخو غاغر او في تونس باش تلقى المرأة تمدح في المرأة، فهمت؟ قبل ما تمدح ماكلتها وتمدح عائلتها وتمدح الدنيا، راهو معناتها عندنا حاجة باهية برشا انه توصل المرأة تقول كلمة باهية في أختها وخيتها وزميلتها واللي هي مرأة كيفة. لازم تقول. فلا هذيك علاش أنا رأيي صحيح ماكلتها محلية هي تتذاق وتتشاف وتتسمع وكل شيء، أما بالنسبة لي أنا قبل الماكلة قبل كل شيء نانا زكية. الحب ذيك هادية محليها، هادية محليها خاطر
شيف اسمعني توا اليوم احنا الحقيقة السيدة المشاهدين بسم الله ما شاء الله على ردود الأفعال وعلى المواضيع اللي نطرحوها نحن في قاعدتنا، وحبيت بالحق نكملوا على المستوى هذيك والفكرة هذيك اللي أنت عطيت فيها من روحك من شخصيتك برشا، وأنا قلت باش نكمل على كلام ناجية، هادية هي المرأة، الهادية هي المرأة التونسية تو سامبلومون الحرة والمادية. والله يا حفيف أنا كما أنت قلت نشكركم أنت وناجية على ذوقكم الحلو وعلى رمين الورود لشخصي معناتها. لا صدقا والله حقيقة. والله أنا زاد الإحساس متبادل، ريتها إحنا توا كما قلت هي قليل وين تلقى امرأة تتجمل امرأة. يشبيه والله. بالعكس إحنا مستحقين نتلموا لمة وقاعدة نسائية وتبدا فيها الطاولة المزيانة وتبدا فيها نساء أصحاب والحبيب الكل تتلم مرة في الجمعة ولا مرة في العشر أيام ونقعدوا نعملوا قاعدة نرميوا الورود فيها لبعضنا. معناتها أنت أما 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 يلزم حاجة الحق قلب الصافي يرحم والديك ونية طيبة اللي تحط ثقتك في خدم البيت. كي تدخل أنت في دار حبيبتك باش تعشي بحذاها ونعملوا قاعدة ما تخرج تقول هاي هي خير مني ولا أنت باش تعمل تعاسة في حياتك على خاطر لا تدخل بقلب صافي وبنية صافية باش ما نقعدوش نلعبوا بالتليفون وقاعدين نعبيو في افكارنا بالحاجات اللي ما عندها حتى قيمه، نعملوا لمه وقاعده ونقعدوا فوالا نلبسوا. ولا الكلمه الطيبه اللي تتقال كي قلت لي لمه مشى في بالي طول بالحق هذه الكلمه الطيبه خاطر عندها وقعه كبيره عند الانسان، يعني سبحان الله انت شوفها حتى كي تقولها انت كي تقول كلمه طيبه شوفها على روحك انت يقولها محليك ولا قولها ربي يبارك لك ولا تقولها دعوه خير سبحان الله تشوفها على روحك قبل تقول قديش خليت لي اثر كبير ولا هو كذلك اصلا معني مردوده عليك الدعوه هذيك. اي بالطبيعه هي كما قلت لك انا هي كل واحد يعطي الأخت طاقه ايجابيه انا نعطيك طاقه ايجابيه وانت تعطيني طاقه ايجابيه ونقعدوا نتبادلوا البنة مع بعضنا خاطر كي تاكل اي حاجه تاكلها وحدك انا كي ناكل وحدي ما نتبننش الماكله كل حاجه نطيبها وناكلها انا نحب كي نعمل رز الفول ولا اي حاجه بنينه حتى في رمضان نحب نعيط الناجي ولا العافيفه ولا العايشه ولا اي حبيبتي نقعد انا وياها نتقاسموها بربي مش بنينه بربي مش كان زيدها هكا تولي ابا ريتها احنا توا زي فقدناه ولات كل واحد يجي يقول لك انا ما نحبش كون يجي انا ندرى شنو انا نحب قهوه عربي ززوه ومعاها نكيت زهر ونقعد انا وعاصفه ولا انا وناجي واحنا قاعدين ناكلوا في كعبه يوم بعضنا ونضحكوا ونتبادلوا افكار بعضنا ونقول لك ما احلى جبتك يا روحي ما احلاك اليوم كنت تعمل شعرك هكا يظهر لي احلى وانت يا عفيفه حجابك ما شاب وانت مزنك ريتها هذا كله ميلو انه هو باش تنحي الشحنه نتاع مشاكل اليوميه وتلقى روحك تجددت معناتها سعاده في قلبك وتنجم انت تروح لدارك تبدا فرحانه وتضحك على خاطر انت فرغت كل شيء معناتها مشاكل يومك الكل نحيتها مع اصحابك هذا فقدناه احنا وبكري فكرت بلميت بكري وبكري قديش القلوب صافيه وقديش طريف سمسه ما فيها شيء بالجلجلان من بعد نانا زكي حضروا الروسيت نتاع اليوم راهي باش تحكي لنا روسيت تعطينا روسيت الدبله تهبل دونك تفقدت حاجات تفقدت لانه ما قدام الماديات فما جوهر الاشياء اللي كنت تحكي فيه توا هاديه معناها مش محتاجه منا برشا فلوس محتاجه منا برشا مجهود شويه هكا اللمة بالقلب الصافي الكل هي محتاجه منا برشا حب انا نحب مثلا كما قلت لك اللمة اللي تكون فيها صفاء النيه صفاء النيه رانا ولينا راني انا جاتني برشا خيانه انا بصراحه كشخص يعني الفضل يرجع لوالدي نيتي صافي خاطر والدي صافي الحمد لله ولله سبحان الله الدين نتاع عائلتي صافي لله. طيب نعم. انا وارثه عليهم هذايا الله يرحم والدين بابا وامي انا نقول وقت نيتك صافيه وانت كي تبدا بقلب الكبير ونبدا ماشيه بالعبد بكل حب وندخله ونطعم ونحي من فمي ونبدا نقسم من وياه في القدمه وقت تجيني ضربه من عند العبد هذاك بسم الله عليك هذاك هو اللي يولي الم يولي يحفظ ولا يقصر اي احنا ما نحسبوش هذا فكرتني حاجه في حكايه باش نتعداو بعد تحكي لنا انا زكيك العاد على جديدها ومش جديدها وتبارك الله ما شاء الله تكلموا انا زكيه تلقاو كل خير عندها ان شاء الله كيف على كيفاش نتقاسموا الحاجه البنينه تلقاك كما قالت لي الفكره جاتني من كلام هادي تو ساعات احنا في العروسات نمشي وانا تعلمت من امي وبابا الزوز ما ياكلوش حاجه علينا البرة
يحطها فك البابي بابا ولا امي ويجيبها لك من العرس باش انت سبحان الله وتنزل فيها البركه كعيب كعك الورقه ولا البقليه مش هكا ناجيه ولا تلقاها في عائلتنا سبحان الله كل واحد يمشي العرس يجيبك البقليه وكعب بقليه وكعب هكاك تعرف ان الطاولة عاد ذي ما نحيتهاش انا زكيك نطيب انا عندي فرح مثلا انا باش نطيب ال 100 واحد نطيب 115 ولا 120 هي علاش نعملها بالعاني راه تلقاني غاطسه في قصر ونغطس في القصع ما تشوفونيش هكا في ناس راه عندي راه نغطس بيجي شويه نخرج البيجي نتاعي وحليها تحيه الان تلقاني انا نعمل كسكسي ما شاء الله وانا يدي ما شاء الله تزيد النعمه خاطر انا نبدا نحرك ونصلي على رسول الله صلي وسلم تعرف كل ما نجي نحرك نصلي على رسول الله النعمه تزيد وربي انا تلقاني عامله اصحنا للجيري مذوق اللي انا ما نحبش نؤذي جاري برائحه طعامك هو قال لك ما لازمكش تاذي جارك لا بكلامك ولا برائحه طعامك انا ما نحبش عبدي يشم ريحه ماكلتي البنينه ويبدا شهيها وما ياكلش منها مستحيل هذايا تصير معايا انا طول عمري محليها كعادة نصحنا محليها محليها توا راه فما عائلات توا ما عادش تشم الريحه ولا تعرف حتى وسبحان الله مع احترامي يعني. اما انا احكي لكم انا صارت لي الحقيقه حاجه فما الخير وفي وفي امتي حتى قيام الساعه انا راه صارت لي مره طرفة انا كنت يعني حبله بتوامه بناتي وتعديت من الحومه هكا وانا مع الكليكس نتاعي متعدي انا من الحومه شميت ريحه الملوخيه عند الجيري اسمع راه حسيت راني طبيخه راني اسمع راني شميت ريحه الملوخيه فك الدار هذيك وغزرت للدار لقيتها الدار هي بسيطه منظيفه ظاهره قلت له بربي برد دق عليها وقل لها راني سبحان انا ما يهمنيش قلت يلزمني انا اليوم ناكل مكل مخي هذيك المراه هذيا راني توا هاي يمكن هي تسمعني ولا ما تسمعنيش الله يرحم والديها يمكن مسكينه الكوكوا احنا ما نقولوش الحم في العائله الصغار الكوكوا اللي في الطنجره الكل مسكينه حطت لي في الطنجره هذيك بعثت لي الملوخيه ومعها الخبز نتاعها وقعدت ناكل فيها ونص في سبع دايم سبحان الله ريت خاطر نفس الشتيره ماخذت خاطر ماخذت في الخاطر وهذيك هي الدنيا جبر الخواطر شنو انت تشتهي مثلا انت ما عندكش امكانيات باش تشري شويه سلام من عندي وتشتهي باش تاخذي سلام تاع نانا زكي وانت ما تقدرش عليه كي تجي تدق عليا وتقول لي راني انا نحب هذا وهذا الشهيه انا بشد عليك سبحان الله وهذاك اللي يزيدك خير وبركه يا هيديا اليوم عندنا حاجات فكرتني في 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 زاده في الجوز القديم هكا ومحليها كي ملمومين عليها العائله هو هكا هو هكا يجي حلوعي انا في اطار باش نربط الفقرات ببعضها وغلاء الاسعار وكل باش تشور لنا انت يا نانا زكي هو هذا نجم يكون حلوعي وهذا احسن منه ما فماش والله ما شاء الله هذا حلونا في تونس حلونا في حلويات التونسيه زيد عليه الغرايب هذا هو الغرايب وهذيك شويه مقروز شويه مقروز باش والله هذه الحلو التونسي نتاعنا معناتها نحن معناتها اليوم عملت صمصه شركة صامتة هي صامت الجلجلين بنينا على الاخر وانا رميت عليها شويه فستق باش تظهر هكا تشهي اكثر. ما فيها بيست 50 بيس غرام هكاك 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 اقل من 50 غرام يخلي بالبودر خفيف يعني. وذي شويه يو اللي هو كيف بسيط جدا وهذيك الدبله وذنين القاضي احنا نقولوا اللي هي تو صغيره هذيك سواري محلاها. اما اكثر ريحه انا تو نشم فيها اللي هي البوزه انا ذقتها عم ناول عندي عام ستيس راهي تبعث لي للداء خاطر عندها يجيك الليفريزون للباب الداء السنه يعني ما بعثت ليش او جيت لهنا ما جبتها لك عدى اليوم ستيس ان شاء الله على سليمتك من بعد المغرب ان شاء الله بعد قال فترة عايشك بوزه انا زكيه والله هيك البوزه نتاع النزكيه هي التميز نتاع البوزه نتاع النزكيه اللي هي رطبه على الاخر كي تشربها تبدا حريره في الفم ماهيش حرشه واللي مش برشا حلو لايت يعني نقصة سكر واللي هي فيها مطعم البوفري و 100% على الاخر ريحه كلها هذاك هو البنه معناتها بالحق خاطر كي تعملها ناقصه بفريوه تبدا فيها جون شاي اكثر ولا حليق وكي تعملها حرش تبدا تحضرب في الفم لا يلزم في ناس انا عندي حاجه نتاع نانا زكيه اللي هي تتمثل في اني انا كل شيء قالت نانا مسقي ملقي حاضر بيش نحب انا كي نطيب الطنجره ما نحبش العظومه في الحم نحي نخلي كان الحم اللي يبدا هكا نظيف
كي ما نحبش تفش ما نحب حاجه زايده لي سقي ملق اي اي تخيا به اليوم شنو الرسيت اللي باش تعطيها لنا انا زكي؟ والله اليوم باش نعطيكم الرسيت نتاع ودنين القاضي على خاطر يمكن الناس يحتاجوها في رمضان في معناتها في العيد باش يعملوها ولا حتى في ليله النص نتاع رمضان ولا حتى في ليله 27 ليله النص ولا حتى في 27 يعني واحد يشي باش يعمل مع العائلة في العيد ما شاء الله اسمعني مع العائلة واحد قطة نعناع تعمل كويستي تحطه على الطاولة كيلو فارينة تعمل منه صحن يويو وصحن وذنين القاضي صح وليت سهرية ولا مش سهرية ما شاء الله تلم عليها العائلة ولا ما تلمش عليها العائلة المهم واحد يبدا متفائل وكي الضحكة ما تتنحاش تسليت على راسه صلى الله عليه وسلم هذه نعطيك الدبلة اسمع تحط رطل فارينة تحط عليه مغرفتين زيت زيتون وشوية تونة ملح باش ما تجيش البات مسوسة وتحط عليه عظمتين تلم البات نتاعك هي العظمة تلمها من غير ما تحط لا ميلة حتى شيء وتحط عليهم انا نحط فيها جنجلي جنجلي نهرشوا شوية بالمهريس ولا بالقلقال ولا بالتحب انتم وترميه في البات تلف تلم هالبات هكا بالقدي وتلفها بالبابي ذاك سيلوفان وتخليها ترتاح ساعة من زمان بعد تحط تنشاع على الرخامة نتاعك وتحل بالقلقال وتحلش بالفارينة تحل بالنشاء بالنشاء خاطر الفارينة تلبطها والآخر يردها شايحة وتشد أنت بتحلها الكلها يعني مسطرة الكلها فرد فرد كبر عرفت رهيفة على الأخر زي ما تبدأ الورقة رهيفة 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 تحل برشا سيور خشين تحلهم كيف كيف متساويين ومن بعد وتحلهم الكل فرد وقت وتبي ترش عليهم فنشاء وتحطهم حاضرين تبي ترش عليهم فنشاء وتحطهم حاضرين فوالا مش متخش تضيع في الوقت ومن بعد تشد تدور بأسبوع يدك هكاي الكعبة تدورها وبالفرقيتة تسكرها بالقدا باش ما تتحلش وتحط الزيت نتاعك وتولي تقليها وتحط بالفرقيتة هكاي باش تتحل هذيك الوردة محلاها هذيك الوردة محلاها جست تخليها ساعة ولا حتى ترتاح. تعملها هكا تلويها على صبعك المهم تخليها يلزمها ساعة على حتى ساعتين ترتاح ميسر قد ما ترتاح قد ما البط تبدا شوشة وبنينة شوشة أنا تعرف نعملها وتعمل لها شوية شحور نتاعك الشحور نتاعك تنجم تحط فيه سكر فاني ولا تحط فيه شوية زهر ولا شوية عطر شاي باش يبدا مفوح يبدا فيه المطعم يعني نتاع الفاحة هذاك وبعد تشحرهم داخل كعبة ودنين القاضي هذاك في وسطك الشحور هذاك وتحطهم في الكاسكاس يستقطروا شوية وبعد تحطهم في الصحن نتاعك نتاع التقديم كان تحب ترش عليهم شوية جلجلان وكان تحب تشري شوية فستق ماهوش هو خفيف هذايا حتى 20 غرام تنجم ترشها فوقها وتزينها كيما نقول انا بابسط حاجه تنجم تعمل سهريه بن على تبدا قاعد في دار دويرتك مع امك وعائلتك وتلموا العائله الكل ميساج تعاركوا عليه تعاركوا عليه صحن ودنين القاضي وتعاركوا على كعبه اليويو انا كليت كعبه وانت كليت كعبتين وتعاركوا عليها وحسوا احساس بالسعاده الحمد لله بيه كيف ما انا ونيجي ما معنيش الوقت نحبوا ناخذوا دبله مع عندنا نانا زكي نعمل والله اللي يحب على نانا زكي لازم يطبع على 26 6 407 نمرو يا سهل على الاخر ذكراهم 26 106 407 106 407 وبالنسبه لتونس الكبرى فما توصيل للداء بالليفريزون اي نعملوا بالنسيج بالتوصيل وكل واحد يشتري حاجه عندنا زكي عندنا جلوفو ابليكاسيون جلوفو كان يحبوا يعني ما حتى ماكلة مثلا مرتاح واللي يشتري اي حاجه معنا زكي حتى الماكلة كل شيء نعملوا عشاويت احنا وسالي وبالليفريزون وبالغلة كل شيء كل شيء كل شيء كامل باك كامل كنت تحبوا اللي يعمل ميك اب تبع نانا زكي طبعا نشكروه كنت تحبوا اللي يلبس تبع نانا زكي يعني احنا نجموا نهزوكم معناتها ليزادريس الكل تحبوا عليهم كامل بشكون مكياجك اليوم؟ اليوم مكياج لي ميدو اللي هو تبع ديدو بيه ويعطي الصحة يعجبكم الميكاب محلاه مكياج غوزي هذايا نتاع التفاؤل اللون هذايا نتاع التفاؤل نعرف اختياراتك ونتاع التفاؤل اللي هو كيما نقولوا احنا نحضروا ليلة النص وسعادة رمضان هكا زي ما تظهر علينا خاطر رمضان الكل خير وكله تفاؤل الكل سعادة والكل إن شاء الله إن شاء الله يجينا عام زي 2024 الكل يا ربي على أمة محمد الكل خير إن شاء الله نتقابلوا غدوة ميلا أنا زكية إن شاء الله
اي ان شاء الله ابشري ان شاء الله. نيجك المتختام. والله حبيت نعاود نشكر نانا زكيه على التفاؤل، كميه التفاؤل اللي قاعده إيجابية تتمرر فيها للساده المشاهدين عن طريق البرنامج نتاعنا عفيفه، ونقول لها حسن جدا واصلي، وان شاء الله كل مرأة تونسيه تمشي على نصائحك وتمشي على المنوال اللي انت قاعده عايشه به، على خاطر انا نتصور انت قاعده معناتها ماشي وتنجح. هذيك علاش ننصح كل مرأة تونسية أنه تسمعنا في برنامج متاعنا، حتى في الكوجينة أسر معناتها مش غلط في الكلمة، تسمعنا حتى هي في الكوجينة، وماذا بيا ماذا بيا نطلب منها تشوفنا، على خاطر نحن رانا هوني على خاطر مختلفات. هذيك علاش ربي يقبل الناس الكل لمنا هوني على خاطر نحن مختلفات، وبإذن الله إن شاء الله نعدوهم ديما عفيفة بحاجة بنينة، حاجة مزيانة، وحاجة تنجم تخلي كل فلا وراقية، وتخلي كل عائلة تونسية تفتخر بينا، وكما تقول عفيفة نحكت الكوموند وتقعد تتفرج فينا كل نهار سبت واحد. عايشك يا ناجي، أحسن ما ختمت بيه. ناجي هلال باش نتقابلوا غدوة إن شاء الله، لكن قبلها نحب نشكر لبستي اليوم مقدمة من عند عايشة المتحجبة، عبيتي اليوم سامبل مزيان الحق، كنت فيها مرتاحة، ونشكر زيد حتى حجابي نشكرها اللي اليوم نسقت لي حجابي بدون مساسك من عند ياسمين ستور، وديكورنا بإمضاء المرقوم يعطيهم الصحة المرقوم، ديكور روعة، ديكور تونسي الأصيل اللي متماشي مع أصالتنا وعراقتنا، وشكر كبير للمرقوم على هالديكور المميز والفينو برشا. نحب نشكر شكر كبير فريق البرنامج اللي تعب باش يوصل لنا هالتصوير المزيانة هذية، وعلى رأسهم مروان السيد المخرج والكلهم التكنيسيان كلهم، أو شوية شوية باش نحفظ كل مرة لسامي. نشكركم برشا. سومري عنده شوية هكا غش هكا كي عايت أما محلية الغش خرج لنا تصويرة مزيانة. شكرا لكم زياد في الصوت، مش كل مرة باش نحفظ اسم كما قلت لكم. يعطيكم الصحة من هنا من كارتاج بلوس، بديت حكايتنا وحكايتنا تتجدد معاكم وبيكم إن شاء الله كل سبت واحد، باش نرجع لكم غدوة إن شاء الله في حلقة خاصة جدا بليلة النص، وليلة النص حافلة في ديارنا التونسية، وإن شاء الله ديما فرحانين. ما بقى لي لا باش نقول لكم في أمان الله.